مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. هنتابع معاكم القضايا والأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية. لعل أهم الأحداث التي تابعناها هو البيان اللي أصدره الفريق أحمد شفيق بأنه لن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة. البيان بوضوح شديد زي ما هو على الشاشة، في بيان شعب مصر العظيم: كنت قد قررت لدي عودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن 5 سنوات ربما أبعدتني أو أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض الوطن من تطورات وإنجازات، رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب. وقال كمان: بالمتابعة للواقع رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة اللي هي في 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية. طبعا ده البيان واضح وضوح شديد ان الفريق شفيق لن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة، وقال الأسباب اللي دفعته لذلك. لو استعيد معاكم المكالمة السابقة اللي كنا قد أجريناها مع الفريق أحمد شفيق واللي قال فيها، سألته كان السؤال الأخير: هتعمل إيه في الانتخابات القادمة؟ هل ستخوض الانتخابات القادمة؟ هل حسمت موقفك؟ وهذه كانت إجابته: هل حسمت موقفك في خوض انتخابات الرئاسة ولا لسه؟ شوف سيادتك، هي نية المشاركة في الانتخابات انا كنت اتكلمت بشانها وانا في الامارات. قلت ان انا بالظبط كده، قلت ان انا انوي على ما لدي من معلومات وعلى ما لدي من فكره عامه عن الموقف الحالي. النهارده انا وانا متواجد على ارض الوطن هنا، اعتقد الحري بالامر يعني ان انا ازيد الامر تدقيقا و يعني اتفحص، بنزل بشوف الشارع عشان الناس بيقول عليا اني مكنون في اوضه ولا محبوس في اوتيل او حاجه زي كده، ومختطف زي ما قلنا او بتاع، ومختطف وكل ده. اعتقد ان انا دلوقتي في يعني في فرصه تدعوني لتحري الدقه والاحتياج بالضبط المطلوب ايه، وربنا اكيد يعني استشعر مع ما يدور من مجهود مع ما نرى من نتائج، استشعر ان شاء الله ان يكون الاختيار المنطقي اللي سيادتك تتوقعه زي ما نتوقعه. ده كان الموقف اللي اعلنه الفريق احمد شفيق بعد عودته الى مصر. طبعا كان في حاله كبيره من التصيد من قوى مختلفه حاولت ان تتصيد قضيه الفريق احمد شفيق على حساب المصلحه الوطنيه، وما اكثر الذين حاولوا تصيد هذه القضيه خاصه جماعه الاخوان الارهابيه. انا بشوف ان دائما يسأل ما هو السياسي الذكي. السياسي الذكي هو الذي يجيد اتخاذ الخطوات المناسبة في المراحل السياسية المناسبة، بمعنى أنه كل خطوة سياسية تصلح لمرحلة سياسية يمكن ألا تصلح لمرحلة تانية يعني. وهذا هو الذكاء في لعب السياسة وفي ممارسة السياسة. البعض طبعا ممكن يقول لك هو ده انطلاقا من ضغوط. من خلال معرفتي بالفريق أحمد شفيق أعتقد أنه لا يمكن أبدا أن يقبل ضغوط. هل ده وفقا لقناعات بقى؟ ده اللي هسأل فيه
الفريق احمد شفيق هو معانا على الهاتف. سيد فريق احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا سيد فريق. وحضرتك بصحه وسلامه يا فندم. سيد فريق، لو سالت حضرتك ايه الاسباب التي ادت في النهايه الى انك تحسم موقفك بعدم خوض انتخابات الرئاسه القادمه؟ اقدر اكد ان مفيش سبب مباشر، مفيش ضغط كمك اخر يتحمل يتخيل البعض في الكلام اللي اذيع يعني، مفيش اكتر من بندين، ايه السلبيات وايه الايجابيات في الموضوع؟ الفايده هتكون فين وعدم الفايده هتكون فين؟ اذا تغلبت الفايده طلبت بالدخول، اذا تغلبت السلبيات فخلاص بمنتهى الرجوله الواحد ينسحب، طالما ان هناك يمكن ان يكون رجل اكثر منه صلاحيه ومناسبه للمرحله. فده اللي حصل، انا حسبت العمليه سلبا وايجابا، والحقيقه انا في الموضوع ده بقالي كثير كثير، وناس كثيرين محبين جدا ومخلصين جدا كانوا دايما يطلبوني عشان يعرفوا مني انا ناويت على ايه، وكنتش يعني ما كنتش انا غير امين معاهم، بالعكس كنت امين اني بقول دايما لم اقرر لم اقرر، عشان انهي الحسابات الى ادق التفاصيل، هيكون مصلحه البلد احسن فلان ولا احمد شفيق او فلان وفلان وفلان، باعتبار يعني تدخلي كانوا كثره. أنا لقيت في الأول في الآخر إن الظروف التي نمر بها والإمكانيات والمراحل اللي تمت في تنفيذ التطوير وما تحتاجه من استكمال وكل العناصر حطيتها زي ما حضرتك تحط كده كولا من كده بيحصل في الآخر الجمع الإجباري بتاع ده إيه وبتاع ده إيه. فأنا لقيت الحقيقة إنه أنا مش ممكن ما كنش الرجل الامثل للمرحله الحاليه، وده خلاني يعني افتح الطريق لغيري وانسحب في هدوء، على اساس يعني احنا كلنا في خدمه مصر في كل مكان، ويعني منين ما الواحد يلاقي في الشارع شويه زباله المفروض يشيلها، يعني احنا لو تكاتفنا كلنا كل واحد يحط حاجة ولو بسيطة جدا من مجهوده في صالح بلده، بلدنا دي هتقفز قفزة كبيرة جدا. وانا ما بضرب مثلا لحاجة بقول حتى الكناس الظريف الراجل يعني اللي كلنا بنهتم بامره عشان خاطر يشيل الزبالة من طريقنا، لو اجتهد وعمل شغله واحنا تابعنا هذا الموضوع هنلاقي البلد نصفت والعملية اتصلحت. حاجات كتيرة جدا 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 تحتاج ان احنا بس ننظم وقتنا، العملية مش محتاجة الواحد بس كده يا أحمد شفيق ولا علي ولا حسين ولا محمود، ما كناش كلنا نتكاتف، وما كانش أحمد شفيق له قدرات إن هو يلم الناس القادرين على الإنتاج أم يتحرك فيهم أو سين أو صاد أو كاف أو لام، يعني أعتقد ده المخرج الوحيد لينا في دولة في مثل أزمتنا فلوسها قليلة لكن ايديها وسواعدها كثيره، فيا ريتنا نقدر نحط السواعد دي في مناطق يعني منجزه بحيث ما تحسبش علينا لود او حمل بس تحسب علينا قوه فاعله بتنتج. يعني حضرتك عايز تقول هي قضيه مجتمع يجب ان نتكاتف جميعا لبناء الوطن كل في مجاله يعني باشكال مختلفه. مش عايزه كلام طبعا. طيب سيد فريق، عشان يعني حتى البيان بعد صدوري مع انك اوضحت الموقف تماما، لكن خليني اقول بعض الاسئله كده اللي ممكن ان البعض يحاول انه يستخدمها تاني. حضرتك قلت لم اتعرض لاي ضغوط، يعني هذا الموقف النهائي والحاسم ينطلق من قناعاتك ودراستك جيدا للموقف، ولم يطلب منك ولم تطلب منك اي مؤسسه في الدوله او اي جهه ان تبتعد عن انتخابات الرئاسه. انا بلغت حضرتك او قلت حضرتك ان انا سابقا ولاحقا النهارده كمان حضرتك ان انا الموضوع مش تعرض لضغوط، وانا غير صالح للتعرض لضغوط حقيقة. يعني انا نفسي بطبيعتي اعتبرها عرفيه، مانيش من المرونه الكافيه اني اتعرض لضغوط واقبلها، لكن انا بمنتهى المنطق وبمنتهى
الحساب الدقيق للعملية سلبا وإيجابا، مكاسب وخسائر، يبقى في الأول وفي الآخر ممكن يكون رجل آخر أكثر مني صلاحية إنه يكمل المسيرة. طيب حضرتك طبعا اتكلمت كمان عن ان يعني هنا الموقف، تقدير الموقف وانت خارج البلاد يختلف عن تقدير الموقف وانت داخل البلاد. ما هو وجه الاختلاف هنا؟ يعني وانت داخل البلاد كيف اعدت تقييم الامور؟ لا حضرتك كنت خارج البلاد بتتلقى وجهات نظر بتاعت ناس لها توجهات، يعني في اسر تخش تيجي تقول لي الموقف زي الزفت، واسر ثانيه تخش تقول لي الموقف معقول، واسر ثالثه تقول لي، يعني كل بيراعي يعني او مش بيراعي بغض النيه، يمكن من غير دون ان يشعر بيعبر عن احتياجاته. اعتقد ان وجودي انا بقى في الساحه وتجولي وروحي هنا وروحي هنا ونزولي الشارع، واعتقد الكلام اللي اتقال في اول يمكن مداخله كانت مع حضرتك، اعتقد انه يعني عمل دوره في اني اكون فكره دقيقه، ما بقولش فكره جيده، فكره دقيقه عن الموقف واحتياجاته ومدى ما والى اي مدى انا اقدر افيد فيه، والى اي مدى غيري يقدر يفيد فيه يكمل المشوار. هذه الحقيقه ده معاييري في طيب التحدي. حضرتك كمان اتكلمت على ان في ظروف صعبه جدا بتعيشها البلد، ومنها مواجهه الارهاب، يعني وضعت ده ايضا في حساباتك وانت تاخذ هذا الموقف، فقلت ان بتتكلم على ان يعني ما قامت به الدوله من انجازات في ظل مواجهه الارهاب ايضا ده يجعلني ان انا اقول ان انا مش الرجل الامثل لهذه المرحلة. هل كانت قضية الإرهاب أيضا من القضايا المحورية عندك؟ لا هو الحقيقة فاهم، أنا مش يعني أنا ما بعدتش عن الموقع يعني تحسبا لوجود الإخوان علم الأحوال، وأنا ماليش جديد في مكافأة يعني في العمل في هذا الإطار، لكن أنا بقول إنه من ضمن مشاكل الدولة التعثر التنامي المطلوب انه يتم فيها الى درجه بعيده، لان احنا كلنا مشغولين بحاجه ثانيه، حتى القوات الامنيه عندنا سواء كانت الجيش المكلف بدور امني او الشرطه المكلفه بدور شرطي، الناس دي معذوره، ويعني الراجل الواحد بيخش في قسم البوليس بيبقى محتار يتكلم يقول ايه، اذا كانت دول مكلفين بمهام شاقه جدا في الوقت ده. اعتقد ان دي المحنه اللي احنا بنمر بيها حاليا جوه البلد سبب كبير جدا من اسباب ان انا لقيت ان غيري يمكن يكون ليس برضو بقول مش صعوبه اني اشيل احمال في حال من الاحوال، بس مش يعني مش عايزين نهتز في الفتره دي وعايزين نكمل، وان كنت يعني ارجو من المسؤولين ايا كان مستواهم انهم يعتبروا ان احنا في مرحله قتاليه مع العنف والارهاب السائد، عشان خاطر كلنا نبقى ايد واحده، ما يبقاش في واحد بيبص يمين واحد بيبص شمال. انا متفائل جدا بالاحداث للفتره القادمه ان شاء الله، ونتمنى لمن ينجح فيها كل السداد والرشدات والتوفيق، وربنا يعمل التوفيق لبلدنا في الاخر ان شاء الله. مستقبل بقى الفريق احمد شفيق في العمل السياسي، البعض ممكن يعتقد ان عدم خوضك لانتخابات الرئاسه هو بمثابه ابتعاد او انصراف من المشهد السياسي بالكامل. الفريق احمد شفيق هل سيعيد مثلا تطوير حزبه من جديد؟ هل سيعيد ترتيب الأوراق وتقييم المواقف؟ هل سيبتعد عن المشهد السياسي، ولا زي ما حضرتك قلت في البداية لا لابد أن نكون موجودين جميعا في المجتمع؟ تفضل. الانسحاب يا فندم أرجو أن لا يفهم منه انسحاب من مسؤولية أو تراجع عن أخوض غمار معركة أنا معتاد عليها تماما، ولا تهز شعرة من دماغي. احنا ما دام ماشي في الموضوع همشي فيه دون تردد، ولكن بقول ان احنا ما ينفعش الاجابه تشتغل
وجبهة تانية تبقى بتشتغل في اتجاه تاني، ليس كخيانة ولكن كجهل بالموضوع أو عدم تخطيط بأصولياته. يعني نرجو إن إحنا نتكاتف كلنا في اتجاه واحد. أما أنا بصفة شخصية ما أقدرش أقول لحضرتك دلوقتي إني يعني إني هأعزف عن إني أتكلم في السياسة أو لأ، لأن أحيانا السياسة بتتحول لتبقى جزء من طبيعة الإنسان. صحيح أنا بدأت حياتي ضابط وقعدت مدة طويلة جدا ضابط، لكن أنا حتى وأنا ضابط كنت ضابط ذو طبيعة خاصة شوية، ما بقولش إنها متميزة، لكن كنت يعني توجهي انفتاحي، توجهي احتكاك بالقطاع الشعبي، وأكم من مواطنين مصريين أول مرة يشوفوا طيارات والطيارين ويركبوها ويحضروا لقاءات في المطارات. يعني ما كانش هذا متبع أبدا قبل كده. أنا فتحته إلى درجة كبيرة جدا. طب ليه؟ لأن أنا مؤمن بأن إحنا تكاتفنا كلنا ومعرفتنا بالآخر بيعمل إيه مطلوبة، لكن إحنا بنعيش أحيانا ومش عايز أعممها، بنبقى جزر منفصلة كل واحد مسؤول عليه، مش دريان اللي جنبه بيعمل إيه. وقد دايما أنا أقول يا جماعة أما تلاقوا باب مفتوح مقفول مدة طويلة افتحوه، لعل في حاجة جوه. يعني أما يكون في إناء قدامك متغطي بالشهور، يا راجل ارفع الغطا شوف في ايه. فبقول الاحتكاك بيخوف ناس، الاحتكاك بالعكس بيدينا قدرة أكثر على إننا نتعاون ونحقق المطلوب، والروح كل شيء كل شيء اللي أنا شايفه إن إحنا شعب مصري، الشعب المصري يحتاج إلى دوز معنوية تربوية، يعني في اتجاه التنسيق والتعاون والتجمع على هدف واحد، لأننا دولة ما احنا صغيرة، والدول اللي وما نخافش من قلة عددنا أبدا، تحمل أحوال الدول اللي عددها زينا وأكثر منا كمان وأفقر مننا أصلا وبدون يعني يمكن إمكانيات متأثرة في الأراضي فيها، يعني اتخذت مجال وجريت وسبقت سبقتنا وسبقت غيرنا وغيرنا وغيرنا. فأنا بشوف إن الاحتكاك مطلوب جدا، مش لازم نبتدي من الزيرو المطلق، نبتدي من الزيرو بتاع الناس اللي اتحركوا، نبتدي من وصلوا منا وصلوا إليه وعشان خاطر تكمل المشوار. أتفائل جدا أو متفائل جدا، بس في شرط صغير أنا حاطه كده لنفسي، الشرط إن إحنا نستنى سنة جديدة في حياتنا فيها إن إحنا كلنا نحب نصل إلى نفس التارجت، أو الهدف بتاعنا يكون واحد بنشتغله كلنا، وربنا الموفق يا فندم. إن شاء الله. هو كان سؤالي عن الحزب، حضرتك هتعيد محاولة تقوية الحزب وإعادة ترتيب الأمور بداخله، يعني حزبك من اهتماماتك أم لا يعني؟ مؤكد لازم يكون حزب من اهتماماتي فعلا، خصوصا إنه عناصر فيه جيدة كثيرة جدا، والناس القابلة للانضمام بيه أو المنضمين فعلا أعداده كافي جدا، وبالعكس أعداد مشرفة وتقبل قوي جدا للانضمام للحزب. لكن عايز اقول انا هشتغل طبعا مع الحزب، لكن هل يا ترى المرحله القادمه هتخليني مع الحزب او هتخليني اوكل بالعمل الاخ التالي ليا او التالي لانشغالي في موضوع اخر؟ لكن انا في الوضع الحالي لابد هكون مهتم اهتمام كامل بالحزب. طيب سيادة الفريق، السؤال الأخير بس تاني عشان نؤكد على معنى البيان، ما فهمته كده انه حضرتك شايف، وانا لسه بقول ان السياسي البارع الخطوات السياسيه ليست مقدسه يعني، فالبعض ممكن يقول لانك اتخذت موقفا سابقا ثم موقفا لاحقا، وبالتالي هنا ممكن يقول اصل في تناقض بين الموقفين. انت كسياسي بتقول
ان هنا السياسي يستطيع ان يعدل بعض مواقفه وبعض خطواته في مرحلة ما. كلام الحاج بتقوله ده 100%، والناس بتبقى جامدة في قرارها. مفيش حاجة اسمها قرار لا يعادل أو قرار لا يراجع، مفيش حاجة اسمها كده. احنا بنتتبع المصلحة فين، أينما كانت المصلحة واتجاهها احنا بننحرف في اتجاه ونمشي وراها، لكن ما نخلقش لنفسنا توابيت بقى كمان. يعني احنا يعني احنا مش ناقصين، يعني احنا عايزين السياسه او الرجل السياسي يبقى على درجه من المرونه، بس يبقى فاهم هو بيعمل ايه ويبقى فاهم المصلحه فين، ما يبقاش عنده مرونه تؤدي في الاخر انها تؤدي الى داهيه. وهنا بقول الخبره الخبره الخبره، الرجل السياسي ده مش من فراغ، مش من يعني ما نطش من كليتي واطلع راجل سياسي، ان ما كنتش يعني معترك الحياه اخش فيه واحضر واتفرج واناقش واستمع واتعلم، هنا بينسى الرجل السياسي. فانا اعتقد ان احنا يعني انا حريص جدا على ان انا حتى ما ضيعش ما استفدته في المراحل السابقه من اعمال سياسيه، وان كنت والله العظيم كنت بادئها وانا لسه قائد قوى الدوله. يعني انا بقول لحضرتك الكلام وانا اثق فيه تماما. يعني انا انشات علاقات مع القوات الجويه مع ناس كثيرين جدا ومع اجهزه كثيره جدا، يعني كانوا يعني بيجاملوا لمجرد ان هم موجودين في سلاح القوات الجويه. ليه؟ من ان انفتحنا على الناس وعرفناهم احنا بنعمل ايه، والابعاد هي فلوسهم، هي حالهم، هي يعني هي امكانياتهم، والناس بتطلع عليها وبيسعدوا بانهم يعرفوا عندهم الحاجات دي كلها. طيب كنت بتتابع استاذ الفريق، انا ياسف، ده السؤال فعلا الاخير، كنت بتتابع محاوله البعض تصيد قضيه الفريق احمد شفيق لدق اسفين في المجتمع، جماعه الاخوان، قناه الجزيره وقنوات الاخوان، محاولة تصيد قضية الفريق أحمد شفيق لإشعال الفتنة في المجتمع ودق الأسفين. ركز عندك نص دقيقة أقول الموضوع. اتفضل. الموضوع أن أنا قد أكون غلطان، عشان بس يبقاش أنا برمي تهم كده جزافة، أحط على كل كلمة شرطة تحتيها أقول في حالة أن أنا أكون مش غلطان. أرجو أن حضرتك تفهمني. فأنا بقول إنه لقيت في كونسترين محطوط عليا في السفر للخارج بسبب أو بآخر، هذا حدث يعني حدث، ولست أنا كاذبا في حرف بقوله، حدث ده حدث إيه؟ من أصحاب حبايب ليا، لكن التعليمات إنه أو يعني المستوى الأعلى اليوم كان في شيء من التحفظ عليه، لدرجة إن أنا حتى في يوم من الأيام قيل لي إن السفارة، وراح أعمل توكيل في السفارة، قيل لي السفارة يعني مقفولة أو ما فيش، وبعدين لقيت السفير بيكلمني يقول لي أنت ما جيتش لنا ليه؟ وبيقولوا مقفولة، قال لا مش مقفولة ولا حاجة. فطلع المسؤول اللي قال لي ما تروحش السفارة، يمكن حبا فيا يمكن قلقان عليا، قال لي ما أنت برضه بتعطوش السفارة، ولو خدوا منك الباسبور أو صدروه منك هتبقى حوسة، أعمل لك إيه؟ الله، وهو أنا المفروض طب أنا سفارتي أما تسحب مني الباسبور ما تسحبه، ما هي اللي هتجيب لي باسبور تاني يعني لكن في حاجات اديرت شويه في يعني في هذا الاتجاه. فانا الحقيقه كنت انوي من عند الحرج من عند، واظن انا عملت الموضوع ده قبل كده اما امتنعت عن البرامج التلفزيونيه عشان ما اعملش اي شيء من الحساسيه بين الدولتين، يعني بين الحكومتين، مش عايز اقول بين الدولتين، امتنعت خالص برغم من ان انا وعلى يد سيادتك انا في السنه اللي قبليها في فتره حكم الاخوان انا كنت صوتي لا ينقطع من وسائل الاعلام. خلصت في المرحله الاخيره انا ممتنع خالص تحفظا، وبعدين قلت خلاص انا يعني مش سامحين لي هنا بالخروج من ابو ظبي. كلفت اتصلت برويتر وقلت انا هوزع المنشور بتاعي من خلال رويتر، ف
فقط، وهو اللي كلم القلعه كلها. ووصلنا الرساله بتاعتنا الى رويترز اللي بتقول ان احمد شفيق بيقول 1 2 3 4 5 6 بما فيها موضوع التعداد الكبير، بما فيها موضوع الديمقراطيه، يعني سيلكشن بسيط كده من الرؤى اللي انا شايفها. وقلت وانا في الحاله دي انا عايز انا هرشح حد. خلاص التقطت دي بقى كويس، ورحت محضر واحده ثانيه. قيل لي ليه؟ لان ابتدى يحصل شوشره على اللاسلكي الصادر، او يعني الويفز اللي طالعه من البيت او اللي واصله للبيت، ابتدى يحصل شوشره عليها، ابتدى يبان ان في قصد للتحافظ على الاتصالات البعيده. احد اصدقائي المحبين وانا محب لهم جدا فبيكلم يقول لي انت عايز تروح باريس عشان خاطر تعلم من هناك؟ قلت له الله، هي دي سر؟ ده انا هروح باريس او لندن عشان اعلن، عشان ما احركش الحكومه الكريمه الاماراتيه مع الحكومه المصريه. وانا بتكلم من بره، وهذا كان ثابت، وكنت بقول الكلام ده في كل حته، ان انا لو جيت اعلن مش هعلن من الامارات عشان عيب، عشان العلاقه بين الحكومه الاماراتيه والدوله المصريه علاقه تسمو فوق اي شيء، وبالتالي انا مش عايز اعمل ازعاج للحكومه الاماراتيه. لكن في امر شخصي زي كده ان انا ارشح نفسي، انا ذهلت لما لقيت في عدم رغبه من الاتجاه دي اني ارشح نفسي. ذهلت، وما اقول لحضرتك ذهلت بمعنى الكلمه، لم اكن اتوقع ذلك تماما. وده اللي خلاني رحت سجلت الرويتر ان انا لو ما جبتكيش هتذيعي البيان التالي. وبعدين يا فندم بعد كده وبعديها بالتوقيت شفت فيلم، عشان بس انا اسيء الظن بيا عمدا او سلامه نيه، انا ما اعرفش كان عمدا او سلامه نيه. انا عملت البيان الطويل بالظبط، خد بحوالي 7 دقائق ووصلته فعلا لرويتر، قالوا لي احنا جاهزين اما تقول لنا هنصدره. وبعديها فهم قيل ان في احتمال ان المرحله القادمه يتقفل فيها الموضوع، بقى الدنيا بتتود شويه، ان يعني الاتصالات تتقطع ويبقى صعوبه في صعوبه الاتصال. انا بخلي سيادتك امانه في الكلام اللي اتقال. فرحنا مسجلين تسجيل تاني قصير ياخد حوالي 3 دقايق ونص، قلنا نفس الاجراء عملناه، تسجيل بالتليفون وانا بتصور بالتليفون وكل الخبر يشوفه بتاع كلها. بعد ما كنا سلمنا للرويتر كل حاجه، فرحنا عاملين برنامج تاني قلنا ان كيس لو انا منعت من السفر استمرارا لما هو موجود من 3 4 ايام، وتجنبا لان الاتصالات تقطع او شيء من هذا القبيل، فانا بعمل فيلم صغير اقول فيه اللي انا فيه، مؤكدا ان انا في الفيلم السابق قدمت نفس الترشيح. حضرتك خد بالك من كلامي، يعني توقيت البتاع ينهي اي اتهام ظالم في الموضوع ده. انا فيه بقول ان الترشيح اللي رشحته فعلا اذا حصل تعطيل ليا في الكلام هيكون بسبب ان انا رشحته، يبقى اذا ما فيش لبس ان ده صدر قبل ده وان ده صدر. لكن حصل بقى ان حصل عمليه انقضاض الله يعلم حصلت ازاي على الشريط الثاني الصغير اللي بيقول ان انا لو حصل كذا، علما بان انا بيحكي فيها برضه بيقول ان التسجيل اللي سجلناه في الشريط السابق الاصلي حصل يا فندم حد يعني انقض بطريقه فنيه لا استوعبها انا، واعتقد ان الناس الفنيين يستوعبوها ونص. قالوا ان هم خلاص. دي ودي حضرتك اوضحتها يعني. راحت وقتها الجزيره وراح ازاي عليها كل ما هي عايزه الزياره. كما لو كان انا بعتها للجزيره وانا يعلم الله في كلمتي الصادقه ولو على حياتي. ان انا لم يكن في البال نهائي
نهائي. لا ده انا مش بذكرهاش، ماشي في ذهني. لكن اللي حصل ان اتخذ تركيز واتحطت عليه اللوجو بتاعت الجزيره، ودار الموضوع بقى باعتبار احمد شفيق بيستخدم الجزيره في يعني في الموضوع في موضوعاته انجاز، يبقى بيتحالف مع الجزيره ودولتها. هذا الكلام ليس له اي اساس صح بحال من الاحوال، والزمن هيثبت. وانا قليل الكلام في الحاجات دي، لكن دايما الزمن هو في الاخر، بقول الوقت هو اللي يجيب لنا النتيجه، وهيبان الصالح من الطالح في هذا الوقت. بالتاكيد يا استاذ فريق، اسف ان انا اطلت، لكن كنت افضل اني ابرر حاجه انا نفسي ساكت رغم معرفتي ان انا مظلوم فيها مليون في الميه، مليون في الميه مظلوم فيها. الناس بقى تدور تشوف اين الخيانه تمت، وخدت الشريط الصغير اللي ما كانش هيطلع غير في الامرجنسي كيس، وراحت موصلاه للوسائل اللي كانت للجزيره، وراحت الجزيره طلع ايه الكلام ده، فضربت فوتين او السين او يعني في العض ما بين سين وصاد وكاف. فيعني انا يعني اردت اني اوضح لحضرتك، يعني انا واثق يا استاذ فريق انه الفريق احمد شفيق الذي واجه الاخوان واللي فضل المصلحه الوطنيه وتماسك المجتمع وقوه وصلابه المجتمع في هذه المرحله لا يمكن ابدا ان يقبل تصيد جماعه الاخوان ولا حتى ان يستخدم قناه الجزيره. في كلمه اخيره استاذ الفريق، لو عايز يعني تقول كلمه اخيره فيما يتعلق بالمرحله القادمه اللي حضرتك بتقول فيها هي مرحله التماسك والتوحد والوقوف صفا واحدا من اجل المصلحه الوطنيه العليا. اتفضل. ان شاء الله يا فندم، يعني تحملنا يتيح، تحملنا يتيح لينا اننا نقضي فتره ما تطولش كتير على بال ما نلحق نقفز لمستوانا الاقتصادي شويه، اللي هو الحقيقه بيعاني منه جدا 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 الوسط يعني الناس الفقراء جدا والمتوسطين، واكاد اقول فوق المتوسطين، اما جيت عشت انا برضه. فيعني نرجو من الحكومه الرشيده انها يعني تتطلع الى هذه النقاط بنظره اكثر خطوره شويه مما هي شايفاها، واعتقد ده اللي احنا مطلوب مننا الفتره القادمه عشان حتى نبل ريق الناس ونشجعهم على العمل. بس ان شاء الله. فريق احمد شفيق، بشكر حضرتك الف شكر. ده تعليق عشان بيبقى فيه يعني أسئلة عند الناس، إنه تظل مهما تبقى فيه مواقف لكن بتبقى فيه بعض الجهات اللي بتستمر في التصيد، يعني هو ده حصل بناء على ضغوط، يعني الفريق أحمد شفيق بيتحدث بوضوح شديد يعني وقال إنه من الشخصيات التي لا يمكن أبدا أن تتعرض لضغوط، بالإضافة لأنه اتخذ هذا الموقف في فارق بين إنه يعيش خارج البلاد بيشوف المواقف والأحداث بعينه بشكل مختلفين، ولما بيجي في داخل البلاد بيعيد تقييم الأمور، وده اللي قاله في بيانه وقاله في المكالمة، ووضح حتى بعض النقاط المهمة جدا. وزي ما بقول لكم دايما بيسأل حتى دايما السياسي هو الذي يجيد اتخاذ الخطوات على المسرح السياسي، بل انه حتى بعض السياسيين الذين يخرجون من المسرح السياسي في توقيت معين ده بيحسب لهم وليس عليهم، وبيبقى التوقيت يمكن انك تكون رجل المرحله في مراحل مختلفه، ولكن في مراحل تانية يمكن الا تكون رجل هذه المرحله. والسياسي البارع الذي لا ينتحر، لان في بعض السياسيين الحقيقه بياخدوا خطوات بشكل انفعالي او يعتقدوا حتى ان بعض الخطوات يجب ان تكون مقدسه، لا، السياسه فيها مرونه وفيها امتى تاخذ هذه الخطوه في هذه المرحله، امتى يمكن ان تبتعد عن المسرح السياسي، امتى يمكن حتى انك تفضل البقاء في دوائر معينه من العمل السياسي
واعتقد ده اللي قام به الفريق احمد شفيق، اللي انا حتى لمست خلال الايام القليله الماضيه انه كان ازاي بيعيد عمليه تقييم الامور، بيقعد وبيسمع للناس واختلط بالمجتمع في انديه، في افراح، في تجمعات مختلفه، واستمع للناس جميعا يعني. ولما بيسمع للشخصيات سواء كانوا سياسيين او شخصيات عاديه يعني من الناس العاديه، يعني انا شفت ده بنفسي ولمست ده، ان ايه اللي عايزاه المرحله القادمه، اللي عايزاه هو التماسك والتوحد وعدم السماح بالتصيد والاصطياد ودق الاسفين في المجتمع. البعض بيحاول انه يشعل الفتن، حتى بيستخدم قضيه الانتخابات الان. شوفوا قضيه الانتخابات كيف تستخدم الان، هل هي هو اصلا المنصب بقى كعكه؟ ده المنصب لم يعد مغنما، لم يعد كعكه يعني. المنصب أصبح عبئا ثقيلا على أي شخص. كان زمان يمكن أنك تقول عليه والله ده الناس بتتلهف على المنصب، والله ده الناس عايزاه لأنه كعكة. لا، لم يعد كعكة الآن. المنصب أصبح عبئا ثقيلا ومسؤولية جسيمة، وبالتالي هنا الانتخابات محدش يبصلها على أنها صراع على كعكة. لا، ده صراع على مسؤولية جسيمة، وهي مش عملية صراع. هو في منافسة انتخابية يجب أن تكون، لكن بلاش نبص للانتخابات على إنها حتى في مصالح فردية عند البعض. مين المنصب حتى مش مع رئيس الجمهورية فقط، كل المناصب الآن لم تعد مغنما، لم تعد مكسبا، أصبحت عبئا، أصبحت مسؤولية كبيرة. ده موقف الفريق أحمد شفيق اللي بيختصنا دائما بالمكالمات في سواء قبل أو بعد. يعني احنا حتى البعض بيقول هو الفريق أحمد شفيق بيتكلم ليه مع وائل الإبراشي أو العاشرة؟ ما حتى قبل، خلال وجوده في الخارج هتلاقوا المكالمات الأخيرة أيضا للفريق أحمد شفيق كانت معايا، وأيضا بعض اللقاءات ربما في ثقة مهنية، كمان في تقدير للشخصية، كمان في مواقف. يعني البرنامج بيبقى له مواقف بتشوفوها، ربما ما انفعلش كما انفعل البعض في الهجوم في حملات التشويه. بنأخذ مواقف دائما متوازنة، ومواقف بيحكمنا فيها أيضا المصلحة الوطنية. قبل ما اطلع فاصل، احنا هنبقى معاكم ان شاء الله الاسبوع ده من السبت للاربع، هنكون معاكم كل اسبوع ان شاء الله من السبت الى الاربعاء. هنواصل معاكم ان شاء الله انفراداتنا، تميزنا في القضايا، واعتقد انه اهم ما نخلص منه في قضية الفريق احمد شفيق، تعالوا نتوحد جميعا، تعالوا نتماسك حول المصلحة الوطنية العليا في مرحلة حساسة جدا. هنكمل معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد وانوه من جديد، هنكون معاكم ان شاء الله الاسبوع ده وكل اسبوع من السبت الى الاربعاء كعادتنا من قبل. وقبل الفاصل كان معانا الفريق احمد شفيق في ثاني مداخله تليفونيه معنا، وثاني مداخله تليفونيه له بعد عودته الى مصر، وقال فيها لماذا اتخذ موقفه ولماذا حسم موقفه بعدم خوض انتخابات الرئاسة القادمة. في المكالمة الأولى كان قال إن أنا هحدد موقفي بعد ما أقعد مع الناس، وبعد ما استمع حتى للمواطنين وللشخصيات العامة ويقيم الأمور، وبالتالي وبيقول إنه اتخذ هذا الموقف بعد إعادة تقييم للأمور، وشايف إنه ليس هو الرجل الأمثل لهذه المرحلة، وشايف إنه لابد من الالتفاف حول الإنجازات التي تمت في البلد في ظل مواجهة الإرهاب، وكمان أنه يجب أن يكون أهم ما يشغلنا هو التماسك ووحدة الصف. هل خضع لضغوط؟ ونفى تماما أن تكون في أي ضغوط، وأنه اتخذ هذا الموقف من تلقاء نفسه.
في اعاده تقييم للامور. وتاني وتالت بقول خطوات السياسي ليست مقدسه، السياسه مرونه، يمكن ان تتخذ بعض الخطوات وفقا لحسابات معينه، وحينما تعيد تقييم الامور يمكن ان تتخذ خطوات مختلفه يعني. وده الحقيقه ليس انسحابا، ليس تراجعا، ليس عارا كما يحاول البعض المتصيدين يعني انه يصدر تعبيرات من هذا النوع، لا بالعكس ده ذكاء في الممارسه السياسيه. تعالوا نشوف قضيه الحوت كده بسرعه اللي انشغلت بيها مش الإسكندرية فقط، انتوا عارفين دول العالم كمان بتهتم بهذه القضايا. تعالوا نشوف قصة الحوت، حوت ضخم جدا، طوله ايه، وزنه، كان عثر عليه ميتا على شواطئ الإسكندرية. هنشوف ايه كل المعلومات المتعلقة بيه، وهتشوفوا ازاي وهم بينقلوه بعد كده من الشاطئ المقفول، لان بيدفنوه وبيسيبوه شويه عشان ياخدوا الهيكل العظمي بتاعه بعد كده ويضعوه في المتاحف المتعلقه بالاسماك. معلومات ان الحوت ده معيشته كلها في المحيطات، لما بيخش جوه بحر الابيض المتوسط بتعتبر بالنسبه له ميه ضحله، فبتؤدي لوفاته، لان هو كميه السمك اللي بياكلها في الاكله الواحده 2 طن. فاللي انا فهمته برضو من علوم البحار ان هو نفق بقاله يومين. النوى الاخرانيه دي اللي هي كانت شديده شويه على اسكندريه حدفت بيه على شط اسكندريه. الاجراءات اللي هنعملها دلوقتي ان احنا كل الجهات جت عينه الحوت، علوم البحار طلب ان هو يتدفن في المدفن بتاعهم في المكس، فاحنا دلوقتي منتظرين مركب سواء من القوات البحريه او من القطاع المدني، ربنا يسهل توصل بالسلامه. هنسحبه لغايه السرايا، السرايا فيه ونش جاهز لانه عايزين يطلع بكامل هيئته، هيتحط على تريل 14 متر، هيوصل لمدافن المكس، هيتدفن في المكس لغايه ما يتحلل، وهم هيستفادوا وقبل ما يدفنوه طبعا هيعملوا دراسات عليه، اسباب موته ايه، هل اتخبط في عرض البحر، هل ربنا يسهل، هم هيطلعوا تقريرهم يعني كمتخصصين، وان شاء الله هيستفادوا بالهيكل العظمي بتاعه، عشان كده ما قدرناش نقطعه هنا ونشيله. برضو الناس قدرت عمره حوالي 7 سنين، وزنه حوالي من 2 ل 3 طن، طوله من 12 ل 14 متر، كان عايم في قدام الشاطئ، فطبعا النادي المنظر مش حلو فراح سحبه على الرمله، دلوقتي هنرجعه تاني الرمله عشان ما يبيشيش ويروح مننا تاني. هيطلع اول ما تيجي المركب هنطلعه على المايه بالحبال، هنجره تاني، والحبل ده هتاخده المركب وتوصل بيه لغايه السرايا، الونش هشيله وحطه على العربيه. خلونا نقدم قضايانا على الفور. المناقشة القادمة متعلقة بقرار من وزارة التربية والتعليم بمراقبة المدرسين داخل المدارس، سلوكياتهم وتصرفاتهم، على اعتبار انه في بعض السلوكيات كما قالوا يمكن انها تؤدي الى افساد التلاميذ سواء في الافكار او في الافعال يعني. طبعا ده عامل جدل شديد، حكاية مراقبة المدرس في حد ذاتها يعني أغضبت بعض أو عدد كبير من المدرسين. هنناقش القضية، خاصة هي معنية بقضية بقى الأخلاق، وكمان بيتكلموا عن كمان القيم الوطنية. أحيانا بعض المدرسين يعني بيقولك يعلموا التلاميذ ما يتناقض مع العلم والنشيد الوطني وما يمكن أن يسيء للجيش، فبالتالي هم المراقبة داخلة في كل الجوانب الأخلاقية والوطنية. هل ده تفتيش على المدرسين ليس مقبولا، ولا المصلحة الوطنية تقتضي ذلك؟ ما بين مؤيد ومحتج هنناقش هذه القضية. كمان الإنجاب بعد الوفاة، هي ممكن تكون قضية علمية طبية لكن هي قضية مجتمعية كمان، وهنشوف ايه، طب ايه حاجة المجتمع ليها،
وهل يمكن انه يبقى في انجاب بعد الوفاه؟ هنفهم القضيه علميا وطبيا، وهنشوف كمان الاعتراضات الدينيه عليها. خلونا اقدم ضيوفي دكتور محمد شحات الجندي، استاذ الشريعه الاسلاميه. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا. دكتور خالد سمير، عضو تحالف اطباء مصر، اهلا بيك يا دكتور. والدكتور رشدي شحاته ابو زيد، استاذ ورئيس قسم الشريعه الاسلاميه بكليه الحقوق جامعه حلوان، اهلا بيك يا دكتور. اهلا ومرحبا. دكتور خالد، على طول شرح انجاب بعد الوفاه يخلي الناس تقول انه الى هذا الحد يعني الطب هيتعدى على الطبيعه البشريه وهيتعدى على قيم مجتمعاتنا، وان الزوج يموت وبعد كده الزوجه يمكن ان تنجب حتى لو بعد سنوات. خلينا نشرح المساله الاول علميا وطبيا، وبعدين نشوف لماذا يصطدم معها الدين او بعض التفسيرات الدينيه. هو طبعا القضيه دي قضيه يعني طبيه فقهيه قانونيه. في معلومات عامه للاسف احنا في مصر ما بنهتمش بهذا الجزء، موجوده في المدارس بره في المراحل الابتدائيه والثانويه، كل الناس بتعرف يعني ايه حيوان منوي، يعني ايه بويضه، كيف يحدث موضوع الاخصاب، الفرق بين التلقيح والاخصاب. الكلام ده كله معروف، والقضايا دي مناقشه منذ اكثر من 70 عاما. يعني بدء التلقيح الصناعي كان في الثلاثينات من القرن الماضي، بدايه تجميد الحيوانات المنويه وبنوك الحيوانات المنويه كانت في سنه 1952. اول اطفال ولدوا بعد تجميد سائل منوي ثم يعني اعاده صهر هذا السائل واستخدامه في التلقيح كان سنه 54. ثلاث اطفال تم انجابهم بهذه الطريقه. ثلاث اطفال. وبعد ذلك انتشر الموضوع انتشارا كبيرا. طبعا هناك اسباب عديده لاستخدام بنوك الحيوانات المنويه او السائل المنوي. الحيوان المنوي هو نصف خليه تاتي من الذكر، مفروض ان عمرها بتظل حية يعني في درجة حرارة الجسم من متوسط 3 أيام، لكن في بعضها بيقعد إلى 6 أيام. طبعا بعد التجميد بتجمد في درجة حرارة ناقص 196 درجة، ونظريا يمكن بقائها إلى الأبد. إلى الأبد؟ إلى الأبد يعني، وهي يعني مجمدة. يمكن أن يموت الزوجة بعد 10 سنين، يمكن أنها نظريا أو في ناس الإنجاب في هذا التوقيت. والناس في ناس بتعمل كده. طبعا الموضوع بره منفتح جدا، طبعا مش ما عندهمش قواعد زي عندنا. هناك تبرع بالحيوانات المنوية سواء من شخص معين أو استخدام، أو حد يحط حيوانات منوية كهبة في بنك وحد من غير ما يعرف من هو صاحب هذه الحيوانات. ده كله كلام بعيد عننا ولا يمكن نفكر فيه. احنا بنفكر في موضوع واحد، وهو متى يحدث الإخصاب، وهل يمكن أن يحدث إخصاب بعد الوفاة بالأساس من الناحية الطبية، وليه ليه اتعملت العدة، ولماذا تختلف العدة عند في حالة الزوج المتوفي عنها في حالة الطلاق. ده موضوع فقهي كبير جدا وفي حكم كبيرة جدا، واستاذنا هيتكلم فيها. بس احنا ما طبقناش ده في مصر. لا مش مطبق في مصر نهائيا. طبيعيا ممكن حتى يحدث الإخصاب بعد الوفاة. يعني لو زوج مثلا حصل تلقيح وتوفي الزوج النهاردة، ممكن الحيوان المنوي بيظل في جسم الزوجة قلنا لغاية 6 أيام حتى. يعني ممكن يحصل بعد الوفاة إخصاب لبويضة داخل الزوجة من إنسان متوفي خارجيا يعني. فهو طبيعيا الكلام ده ممكن يحصل. بعض الناس مش مستوعبة هذا الكلام، لكن ده في الواقع ممكن يحصل، وعشان كده في فترة عدة. طب إيه حاجة المجتمع لده؟ يعني ليه يمكن أنه يثار ده؟ هي الزواج بالأساس هو إرادة، يعني إرادة ورغبة في تكوين أسرة وحب وسكينة. علشان كده يمكن العدة في وفاة الزوج 4 شهور و10 أيام، في الطلاق 3 شهور بس، ممكن تقل حتى لو الزوجة حامل ووضعت بينتهي، لأن ما فيش رغبة في الإكمال لأن في طلاق. لكن في موضوع طبعا الوفاة بتبقى جزء منه حداد، وجزء برضو إن هو ممكن يحصل إخصاب من الزوج أو تطلع الزوجة حامل بعد ذلك. في كلام كثير في هذا الموضوع. الفكرة لو أرادت الزوجة لو أرادت الزوجة الإنجاب من هذا الزوج، أو كان الزوج مثلا مريض وكان معلوم ان هو يعني في طريقه الى الوفاه، وهي باراده الاثنين ورغبتهم هما الاثنين، لكن الوقت ما اسعفهمش. يعني في هناك ظروف كثيره، في واحد هيتعرض، يمكن ان يتم تخزين الحيوانات المنويه ممكن يعني ممكن الى سنوات تجمع. فكره بقى سنوات دي حاجات فقهيه، يعني الفقهاء اختلفوا
ناس قالت اه، ناس قالت لا، ناس قالت اه بس بحد اقصى فتره معينه. احنا بنتكلم من الناحيه الطبيه، من الناحيه الطبيه في الحياه العاديه يمكن ان يحدث اخصاب بعد وفاه الزوج. طيب فهل هذا ممكن يعني باراده الاثنين ان هم يفعلوه او يقرروه لانفسهم؟ ده الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه قانونا وفقها. طيب دكتور رشدي، يعني واحنا بنتناول الموضوع كده يعني بسرعه وبايجاز لتوضيحه للناس، يعني هل هنا دينيا الموضوع مرفوض جملة وتوصيلا وتفصيلا حتى مجرد التفكير فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسل الله أجمعين. لا طريق إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، والعلم بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، وهي للنفاق كفاء ومع العصيان سواء، والإخلاص بغير تحقيق هباء. هذا الموضوع وهو حدوث حمل بين امرأة توفي زوجها مرفوض رفضا تاما من ناحية الشريعة الإسلامية لأسباب قد تصل إلى 7 أسباب أوجزها بسرعة، و أستطيع أن أفصل التفصيل الدقيق في هذا الموضوع. أولا، بمجرد وفاة الزوج تنتهي العلاقة بين الزوج المتوفى وبين زوجته التي على قيد الحياة، مثل الطلاق تماما. تنتهي مثل الوكالة، أنا محامي، أنت عملت لي توكيل، الموكل توفي، انتهى عقد الوكالة، ولا يجوز لي كمحامي أن أستخدم توكيل لموكل توفي، خلاص انتهت العلاقة. فأصبح الزوج أجنبي وأصبحت الزوجة أجنبية، حتى أن الفقهاء اختلفوا في هل يجوز للزوجة أنها تحضر غسل الزوج أو الزوج يحضر غسل الزوجة، لأنهم أصبحوا أجنبيات، فالعلاقة انتهت بعقد الزواج، ومن ثم فلا يوجد حمل منه إطلاق. وبالتالي هنا يعني فكرة تجميد حيوانات منوية لظروف متعلقة بالزوج مريض مثلا او حاجه، بحيث ان الزوجه تنجب منها بعد ذلك باشهر بسنه باثنين، عندنا في الفقه الاسلامي، واستاذنا يعلم ذلك جيدا، باب ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي اسمه سد الذرائع، بمعنى ان الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. عقب الوفاه هناك اثار تترتب، وهي الحضانة والعدة والميراث وتنفيذ الوصايا، هذه الآثار فورية الحدوث، فورية الحدوث تبدأ مباشرة عقب إعلام الوراثة وغير ذلك. هل تسأل الزوجة لحظة الوفاة وعند بدء إعلام الوراثة وتوزيع التركة هل أنت حامل؟ إذا كانت حامل فيحجز للحمل نصيب من الميراث على أنه ذكر أو أنثى. ففي الحالة دي يوم الوفاة كانت حامل أم حائل؟ وتأتي بعد فترة وتقول أنا حامل، النسب وإثبات الميراث، كل هذه المشاكل. طب هنا التقدم العلمي والطبي ده تتجاهله ولا شايف إنه هنا القضية محسومة دينيا، يعني ما لهاش علاقة بالتقدم العلمي؟ التقدم العلمي على العين والرأس، طالما أن الزوج والزوجة على قيد الحياة أفتى العلماء من قديم الزمان بطفل الأنابيب حلال، يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الأنثى ويتم التخصيب في أنبوبة داخل الحمل، إنما بعد الوفاة دي حلال، الزوجين موجودين، عقد الزوجية قائم، المعمل محترم، 2 أطباء ثقة هم اللي بيجروا العملية منعا لاختلاط الأنساب، لا مانع إطلاقا في طفل الأنابيب طالما إن الزوجين على قيد الحياة. إنما توفي الزوج لا مجال للإنجابة بعد ذلك من زوجته. طيب دكتور محمد شحات الجندي، أنت هنا يعني عندك موقف وسط شوية، بتقول في أشهر العدة ممكن، ليه؟ شوف حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، هو بداية كده احنا ضروري حتى بعد وفاة الزوج يعني ضروري دلوقتي ان احنا ننطلق من مسلمات معينة في التصوير اللي قاله الدكتور خالد، وهو ايه وحتى الاطباء المعنيين بهذا الموضوع، ان دلوقتي هذا التخصيب او مسألة الحيوانات المنوية اخذت من الزوج للزوجة وهما على قيد الحياة وبإرادته
يعني وبرضاه وبسعيه لهذا الموضوع. ده بنقول انه الطب تقدم في هذا الامر يعني انه بيحل مشكله. ايه الحل؟ وعلى فكره حل المشكله من جانب الطب هنا انا ارى انه هو بيحقق مقصد مقاصد الزواج. ليه بقى؟ مقصد مقاصد الزواج لانه فعلا يعني احنا يعني والله خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده. بنين وحفده يعني مقصد مقاصد الزواج النهارده بالاضافه لتكوين اسره وتماسك مجتمعي و الى اخره. لكن انا عندي دلوقتي هدف معين وهو انه الزوج والزوجه عايزين انجاب، فعايزين انجاب النهارده. هذا الانجاب اللي بنقول اللي هو ما دام من الزوج والزوجه، اذا في هذه الحاله وبإرادة الاثنين وفي ظل علاقة مشروعة ولا يوجد مانع بين الزوجين، أنا بقول إن هو حتى في المعنى العام اللي الآيات القرآنية اتكلمت عنه جائز. لأن القرآن الكريم بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما، طب ما قاليش بقى والله اللفظ هنا القرآن الكريم جاء مطلقا، يعني والله السورة ان ربنا خلق سيدنا ادم وبعدين من سيدنا ادم جات السيدة حواء ومن حصيلة الاثنين جينا كلنا البشر كله جاء ما عدا طبعا سيدنا عيسى عليه السلام. فاذا انا دلوقتي عندي ده المنظوم. القرآن ما قاليش والله بقى، ومع ملاحظة حاجة، القرآن بيقول ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. انا في آية تانية موجودة في سورة النحل، ويخلق ما لا تعلمون. يعني ايه؟ مع ملاحظة ان الآيات الكريمة كتير جدا، وقل رب زدني علما، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني هذا الموضوع، وربنا قال كده فعلا. احنا عندنا ناس ربنا بيتجوزوا مع بعض ويجيبوا اولاد وفي عقيم كمان. انا عندي دلوقتي انسان عايز مريض وتحول ظروفه دون ان ياتي بالمعاشره الطبيعيه انه يجيب اطفال او الزوجه، واخد بال حضرتك؟ فبيلجأوا لهذا نعم بإرادة. ودي معاشرة، أنا بقول إيه، هي بنقول في حكم المعاشرة الزوجية المعاشرة الطبيعية. يعني أنا بقول المعاشرة نوعين ما دام بين الزوج والزوج، معاشرة طبيعية والمعاشرة المألوفة المعروفة اللي كلنا أو البشرية جت منها، ومعاشرة من نوع تاني المعاشرة الحكمية. هي دي معاشرة حكمية اللي صوروا بقى الحقيقة الطب النهاردة، دي نوع من المعاشرة الحكمية، يعني تقاس على المعاشرة الطبيعية اللي بتتم بين زوجين، بين الزوجين وهما ما عندهمش أي مرض أو أي شيء، وبالتالي بيوم انجاب مش عقيم إلى آخره من هذه الأمور. لكن أنا بقول هذا الموضوع لا، تتسع النصوص القرآنية، وأنا بقول القرآن كمان وبعدين والسنة أيضا، إلى أنه فعلا ممكن نستخدم هذه التقنية ما دامت بين الزوج وبين الزوج، ما دامت كمان بإرادة الزوج والزوج. بس أنا بقول في ضمانات حضرتك بقى، عايز شوية ضمانات بس، عشان رقم واحد أن تتم، عشان الآن دلوقت اللي يعني لأصحاب الضمائر، هقول الضمائر اللي مش لابد يعني أو الفاسدة، مش عايز دلوقتي بقول أن تتم بموافقة كتابية من الزوجين، لأن موافقة كتابية من الزوجين، أنا كضمانة واحد عشان ما يبقاش في عبث بالظبط. حضرتك، لانه انا ممكن اتنين ولعب في الانساب والحاجات طبعا لان اختلاط الانساب من الطرفين ولتحقق الاراده من الطرفين برضا الطرفين، وان هم بارادتهما الحره اقدموا على هذه العمليه، لانه عنده هو عنده ظروف او هي عندها ظروف فلجأوا لهذا الامر. اتنين، انه هذا الامر كمان ضروري انا شايف ان هو يتم لمره واحده، يعني خلال مده زمنيه معينه، انا بعتبرها سنه، لان انا عندي اجتهاد فقهي. الاجتهاد الفقهي بيقول انه السنه اللي هي حتى القانون عندنا اخذ بيه 365 يوم. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك ان الست دي اللي متجوزه الراجل ده اللي هي المعاشره الطبيعيه، القانون النهارده وده متاخد من الفقه الاسلامي، لان الاحوال الشخصيه كلها ماخوذه من الفقه الاسلامي، بس من مجموع اجتهادات فقهيه اخذ وقال والله اذا جابت الزوجه المتوفى عنها زوجها اللي هي عدتها 4 شهور و10 ايام، إذا جابت الطفل ده أو الطفلة في خلال أو الطفلين نفترض توأم يعني وارد يعني حضرتك ده جابت في خلال سنة ميلادية، بس ما قالش ما أخدش السنة الهجرية، لأن السنة الهجرية حضرتك عارف إنها أقل شوية من 11 يوم بينها وبين السنة الميلادية. ففي هذه الحالة ينسب هذا الطفل لهذا الرجل. فأنا بقول إنه ما دام إنه كمان الشرط كمان إنه جاء هذا الطفل خلال السنة اللي هي 365 يوم، ما المانع ونحقق رغبة الراجل ده توفي وهو نفسه انه يكون له عقب، انه يكون له ذرية، انه يكون له ابن، انه يكون له ابنة،
مين نفسه كده؟ وبعدين يقول لك انا الطفل ده، نعلم تماما ان الطفل ده امتداد امتداد للزوج اللي او الراجل اللي مات، فما المانع؟ ما المانع؟ وانا كمان برضو توثيقا برضو او تحصينا لعدم التلاعب في هذا الموضوع، ارى انه كمان الموضوع ده يسجل في الشهر العقاري. طيب ما المانع بقى هنا اذا كان ليه بتعتب؟ هو ده الدكتور حتى بيقول لك ممكن سنه، بعد سنه، بعد سنه من الوفاه، سنه بالوفاة ممكن. بعد سنه من الوفاه يمكن للزوجه ان تنجب اذا كان الزوج مريض لا يستطيع المعاشره الجنسيه، يتم تخزين وتجميد الحيوانات المنويه وتنجب الزوجه بعد وفاته. سيادتكم سالت الاخ الفاضل المتخصص ما هي الضروره؟ كان على قيد الحياه، لماذا لم يتم التلقيح؟ ما المرض منع المرض من التلقيح؟ في أسباب أخرى. يعني هم اتفقوا سويا على تأجيل الإنجاب لمدة 5-6 سنوات، واحتياطا إذا حدث مرض أو حدث حادث أو شيء قام بوضع حيوانات منوية في مكان موثق. ما هي الضرورة من أضع الحيوان كما رغبتهم؟ هذه الرغبة والإرادة والتخطيط حال حياته. عندنا قاعدة وأستاذنا يعلم علم اليقين، الأصل في الأشياء الإباح، اي حاجه في الدنيا مباحه الا اذا وجدها. اما الاصل في الابضاع فهو التحريم. العمليه التي تتصل، هو الدكتور بيقول لك لا عليك مش ليك، طالما الاصل في الاشياء هو الاباحه، الاصل في الاشياء، والاصل ده تكمله القاعده بقى، والاصل في الابضاع البضع وهو المعاشرة بين الرجل والمرأة، الأصل فيه التحريم، اللي لا يوجد علاقة زوجية بين فأسدنا بيقول وبين اللي لا يوجد علاقة، التحريم اللي ما فيش علاقة زوجية. بس بالضبط هو ده الأصل في الأبضاع. لأن العدم وجود علاقة زوجية، أي إجراء يتخذ في العلاقة بين الزوج والزوجة وعملية الإنجاب، أسدنا بيقول وتحدث عن عملية الإنجاب يا مرحبا، وعملية تشوق الرجل والمرأة للإنجاب يا مرحبا، ولكن في إطار من افعل ولا تفعل، في إطار من المشروعية. وعندنا فتوى الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق عليه رحمة الله، في سنة 1981 ومدونة ومكتوبة، أنه منع ذلك تماما. ومجمع الفقه الإسلامي وأستاذنا عضو مجمع البحوث الإسلامية، لا كان بيتكلم عن مؤتمر بكين، فضيلة الشيخ المرحوم جاد الحق كان بيتكلم عن موضوع، لأنه كان مصار يومها غير غير التقنية بالضبط. هذا النوع اللي عقد في القاهرة حضرتك اسمه نكاح الاستبضاع، كان في الجاهلية وجاء الإسلام وألغاه تماما. هنا بمجرد كانت الزوج يقول للزوجة اذهبي إلى فلان لعلنا نفوز منه بولد، كان اسمه نكاح الاستبضاع. أستاذنا بيتحدث عن أوروبا، لا نفوز منه بولد، ده موضوع مختلف لتحسين يعني الناس يرسلها لرجل آخر، يعني زوج إلى رجل قادم. ده بيتكلم عن نفس الحيوانات المنوية للزوج، عن بيوك بنوك الأجنة الموجودة في الخارج دلوقتي، إن موجود الحيوان المنوي للعب. لا هو على مصر، ماشي ما أنا بقول يا موجودة دلوقتي، يعني الزوجة ستأخذ فقط من الحيوانات المنوية للزوج في حياته، منعا للقيل والقال، ومنعا لأي تدخل خارجي سنؤدي إلى التباس، وسيتدخل الورثة. متى كنت حاملا؟ هل حاملا اليوم؟ إننا نعلم أنك لست كنت حاملا، وندخل في قضايا في المحاكم وإنكار نسب إلى غير ذلك، فمن باب سد الذرائع. هل ده صحيح ولا لا هي برضو في لبس شوية، معلش يا دكتور رجدي ناخد بالنا، هو دلوقتي ده اتاخد الحيوان المنوي، اتاخد من الراجل، من الراجل وبإرادته، واتحط في الزوجة. أين وضع في الفترة دي؟ تلاقي أنا تلاجة خلينا اللي هتشيل تلاجة المستشفى ولا تلاجة البيت؟ دلوقت لظرف، هذا الظرف معتبر، أين سيوضع؟ وما هي الضوابط؟ احنا قلنا الضوابط اهو، أين سيوضع الضوابط دلوقت؟ أما يتاخد موافقة دلوقت من الاثنين، وأما يتسجل الكلام ده في الشهر العقاري ويتم تحت إشراف جهة حكومية، يا أستاذنا وما يكونش خاص، وما يكونش اختلاط بينهم، لا ما يكونش، لا ده بيسجل وتسجل ويسجل وياخد رقم معين ويعلم إنه ويتكتب عليه كده إن ده الرحم من فلان الفلاني و للسيدة الفلانة الفلانية، ويتكتب كده ويتقفل عليه ويتحط ويتجمد في مكان محدد، والمفتاح مع مين ومين اللي بيتصرف وكل الحاجات دي؟ هاي حكومة مش ما أنا عشان كده بقول يا بقول المش لماذا؟ مش عيادة خاصة، أصل المفتاح هي مجوهرات، ده أغلى من المجوهرات،
انها تتصل بالنسب الضمانات بقى بيقول لك المفتاح ده يمكن ان يؤدي الى العبث التخيلات دي موجوده للاسف الشديد وهي تعطلنا كثيرا مش بس في موضوع التلقيح الصناعي وانما في موضوعات كثيره زي التبرع بالاعضاء وناقشناها قبل ذلك وبنوك الاعضاء نحن متاخرين عن العالم بحوالي 50 عاما في هذا الوقت ويموت مئات الالاف من المصريين سنويا لعدم بدء التبرع بالأعضاء وإنشاء بنوك للأعضاء من المتوفين بالذات. الموضوع ده عامل لنا مشاكل كبيرة ولما بنيجي نتكلم فيه الناس تشكك برضو وتقول مين هيحفظه وسيتم سرقة الأعضاء المحفوظة. الكلام ده طبعا كله يعني العالم انتهى منه من سنوات عشرات السنين تحت إشراف جهة حكومية. بلاش طبيب خاص. أنا بقول لحضرتك معلش يعني مع احترامنا لكل الأطباء لكن الموضوع ده عشان بس طبعاً. عدم إساءة هذا الأمر عدم إساءة الإساءة ده بنقول عدم الإساءة نخليه زي ما السجل في شارع العقاري وتحت إشراف جهة حكومية والحيوانات دي الحيوانات احنا طبع. بنقول كل الأنسجة البشرية بما فيها الحيوانات ده المنوية ده لا يمكن أن تكون في عمل خاص أو دون إشراف الدولة وده موجود حتى في الدول الغربية. الموضوع منتهي يعني هم نفسهم حاطين قواعد صارمة لأن هناك طبعا الموضوع لسه مفتوحة. هنتكلم على موضوع آخر بقى اللي هو المواريث. أنا بس ليه سؤال علشان بس النقاش يكون واضح. موضوع الإرادة هو الأساس في الزواج ليه أو إحنا لو نتفكر طبعا أستاذنا الدكتور محمد هو يعني ما يصحش أنا أتكلم في موضوع فقط هو موجود فضل. إنما لو قارنا مثلا لماذا لا يوجد عدة للمطلقة دون دخول ويوجد عدة للتي توفى زوجها بعد الكتاب حكمة وجود الإرادة الإرادة من الزوج والزوجة في إنشاء الأسرة هذه كافية لإيجاد عدة يعني تفضل الزوجة مرتبطة. طبعا اختلف العلماء على موضوع الغسل وغسل الزوج للزوجة المتوفاة لا والبعض أجازه برضو والبعض أجازه ما اختلف يعني حتى دي استمرار قواعد ده حتى في علماء محرمين التطيب على الزوجة في عدة زوجها صحيح. المتوفي الخروج من المنزل لغير الضرورة هي زوجة حكما كأنها متزوجة زوجة حكما طوال 4 شهور و10 أيام لو أن الزوجة هي التي توفيت هل يحق للزوج أن يتزوج أختها تاني يوم؟ ده ضروري ينتظر عدة لا توفيت الزوجة أيوة. يتزوج أختها تاني يوم ولو طلقت طلاق بائن يتزوج أختها تاني يوم هذا دليل قاطع على انتهاء العلاقة الزوجية الماضية بوفاته بدليل أن الآثار بدأت تترتب تاني يوم لا يحل للرجل أن يجمع بين أختين اسمح لي ده موضوع طبي انا ارد عليه ده موضوع لا يتزوج الثانيه هنا ده دليل على ان العلاقه انتهت بين الرجل الذي توفي وزوجته طيب. التي طيب. وانا بس بحسم الموضوع في النهايه يا دكتور هنا انا يميني بس حاجه المجتمع المشاهد ممكن يقول لك طب واحنا محتاجين ده مثلا حاجه المجتمع لده ايه حضرتك حاجه ايه حاجه المجتمع هنا ان الشارع وبقول بوسيلة علمية وهذه الوسيلة العلمية لها ضماناتها ولها ضوابطها بيحقق رغبة الرجل في انه او والمرأة الاثنين انهم عايزين يجيبوا هو ده اما يجي الحديث الشريف اما يقول تناكحوا تكاثروا تكسروا تناكحوا تناسلوا تكسروا فاني مباهم بكم ده صحيح لو ان طبعا بيكون بضوابط او يعني بقدر يعني 2-3 ممكن الامر ده ينظم لكن ده معناها قالوا ان الفقهاء حتى حضرتك قالوا كده ان من مقاصد الزواج انجاب الاطفال انجاب الاطفال يعني حتى أيوة. الزوج لو حتى لو عنده إنه يعني حتى هيموت يعني مريض او هو أو يعني في زوج وزوجة اتفق على تجميد حيوانات منوية لمدة 5 سنين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية وبعدين مات الزوج فجأة في حادثة من الممكن انها تستخدم ده يعني وحضرتك كمان الفقهاء وده طبعا ضروري الدكتور رشد ياخد باله من النقطة دي احنا عندنا الفقهاء النهاردة ممكن ما يبانش الحمل على الست خالص يعني يكون المستكن زي ما بيقولوا الحيوان المنوي ده مستكن وحضرتك ده لعل ده الطب الحديث الحقيقة ادانا ملحظ هام جدا وهو انه ليه 4 شهور و10 أيام ليه ما خلاش 3 شهور طيب. ليه ما خلاش 3 شهور ليه ما خلاش 65 يوم النهارده لو في حاجه زي ما بيقول هنا الدكتور محمد المجتمع يحتاج ذلك زوج مريض زوجين اتفق بسبب الظروف الاجتماعية والمعيشية على تأجيل الإنجاب لمدة 5 سنوات مصادر حقوم في الإنجاب زوج يعمل في مهنة تعرض حياته للخطر أو مهنة حياته توفي الرجل اليوم متى ستبدأ العدة
تقول لهم استنوا لان انا لسه مخزنة الحيوان المنوي بتاع زوجي الاسبوع الجاي او اللي بعده لما لقح نفسي بيه. يا ست عاوزين نوزع الميراث، لا استنوا شويه. عاوزين نبدا العده، لا استنوا شويه اما اخد قرار لا. اشوف هجيبه من الثلاجه والقح نفسي بيه ولا لا. لا لا لا, لا. ما هي الضروره في ذلك هو البيه؟ ما هي الضروره في ذلك؟ لماذا تؤخر الآثار المترتبة على الزواج؟ هو في كل الأحوال ما هي الضرورة لحاجة المجتمع في تعليق أخير؟ حاجة الزوج أو الزوجة في استمرار العلاقة بينهما. ممكن الزوجة حتى لو ما فيش حيوانات ونزواج ومنه ابن من زوجة تانية تتمنى أو تطلب حبا فيه إن هي تربيه، ولا يستطيع المجتمع منعها عن ذلك. مصادر على العدة على المرأة وليست على الرجل. ليه؟ لأن المرأة هي الأساس في الإنجاب، هي مش بس بتدي بويضة، هي بتدي بويضة وبتدي الرحم الذي يحمل الطفل. هي عضو فهي الأساس. الرجل ليس عليه عدة، لذلك تنتهي العلاقة إذا ماتت المرأة، لأنه هو لن يستخدم رحما آخر، وإلا دخلنا في موضوع فقهي. لماذا يتم تعطيل الاثار؟ انا عايز اقول حاجه اخيره يا استاذ وائل، ان احنا بنناقش قضايا انتهى العالم منها. مثلا النهارده العالم بيتكلم عن تعطيل الاثار تماما، مش التلقيح الصناعي، على اخذ خليه من الجلد وتصنيع انسان كامل منها، واحنا قاعدين بنتكلم على حاجات انتهت من 70 80 سنه. هو والناس بتقول لا ده حرام. الطب له دور هام جدا برضه في موضوع، ومش من المغيبات على فكره. يعني القران الكريم قال، اما قال ان الله عند علم الساعه ونزل الغيث وعلم ما في الارض وما تدري نفسهم ماذا تكسبوا غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت. ما هو يعلم ما في الأرحام. الطب النهاردة رغم ده بالمعنى العام كده، الطب النهارده ممكن يقول لي ده ولد او بنت. احنا دلوقتي بنسال الزوجه هل انت حامل؟ عشان العم ياخد مراسه بنسالها سؤال تاني يوم الوفاه عشان نعمل اعلام الوراثه ونوزع التركه وندي كل مستحق. بنسالها سؤال، هل انت حامل؟ لا تستطيع توزيع التركة حتى لو هي حامل، لان ما تعرفش ولد ولا بنت. لا سيبنا، خلينا دلوقتي ازاي ما انت هتوزع تركة ازاي لو كان لو اجابت ولدا؟ احنا بنسألها تغيرت التركة بالكلية. طب ليه خلى المشرع سنة من تاريخ وفاة الزوج؟ ماشي يا سيدي، ما هو معنى ما هيتأخر اهو، لانها بعد كده بتاريخ. لا بس معنى ساعتها لحظة وفاة إيه؟ الزوج لحظة كانت إيه؟ تعلم هي حامل ولا مش حامل؟ ما هو لا تعلم علم اليقين. لا تعلم. قد لا تعلم. مستتر. قد لا تعلم. قد تحمل بعد الوفاة. لا إذا أثبت الطب الشرعي إذا أثبت الطب الشرعي أن التلقيح قد تم بعد وفاة الزوج، فلا اعتراف بهذا الحمل إطلاقا. لا. طيب اشكركم جميعا ونسيب ده. يعني هي دي افكار ان اذا كان التقدم العلمي والطبي يتيح ذلك، وفي نفس الوقت هل يصطدم حال الحياه، هل يصطدم بالثواب الدينيه ولا لا، حال حياه ولا بتاثيرات مختلفه، حال حياه الزوجه ما هل تم في حال حياه. بعد الفاصل مراقبه المدرسين، قرار من وزاره التربيه والتعليم اغضب عددا كبيرا من المعلمين، هنناقشوا معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. بالتأكيد أي كلام عن المدارس، عن المدرسين، عن التعليم هي قضية كل البيوت المصرية، والتعليم بنناقش مشاكله دائما بكل أوجهها، يعني من المناهج التعليمية لإعادة الاعتبار للمدارس، لتكدس الفصول، للمشاكل حتى المتعلقة بكابوس الثانوية العامة، نظام القبول بالجامعات، الدروس الخصوصية، كلها حزمة مشاكل بنهتم بيها جدا. كمان كل ما يتعلق بالمعلم نهتم به كثيرا، سواء دخل المعلم ايه، المرتب الذي يحصل عليه المعلم، كمان الاتهامات المتبادلة، يعني هل المعلم هو السبب في موت المدارس ولا موت المدارس هو اللي أدى إلى أن تنشأ السناتر اللي عدد كبير من المعلمين ذهبوا إليها، وهل الأوضاع المعيشية السيئة هي التي دفعتهم لذلك أم لا. لكن كمان خلونا نهتم بقضية أثارت جدلا شديدا خلال الساعات القليلة الماضية. في قرار من وزارة التربية والتعليم، يعني فحواه ومضمونه، هنقول لكم نصه، لكن فحواه ومضمونه هو متابعة ومراقبة المدرسين داخل المدارس. هنقول لكم نصه وموجود على الشاشة، إلى حد حتى أن المتابعة يمكن أن تصل إلى التنسيق مع جهات الأمن إذا تطلب الأمر. هو إيه القرار؟ نقوله لكم كده بالنص.
من منطلق حرص الوزارة على تحصين النشء والشباب وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة وقيم الوسطية والاعتدال والتسامح، يرجى التفضل بالتوجيه للسادة مدير الإدارات التعليمية بالتأكيد على متابعة السادة مدير المدارس لأي سلوك متطرف لأي معلم أو معلمة بالمدارس ماشي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التأثير السلبي على الطلبة أو تزويدهم. هنا بقى ندخل بقى بمعلومات مغلوطة أو قيم هدامة أو فكر متطرف، والتنسيق مع جهات الأمن إذا تطلب الأمر، مع اعتبار الموضوع هام جدا وتحت رعايتكم الشخصية. ده اللي هنناقشه مع ضيوفي داخل الاستوديو. أقدمهم الدكتورة بثينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك. الدكتور احمد محمد استاذ اصول التربيه بجامعه المنيا، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بسيادتك يا استاذ. استاذ ايمن البيلي الخبير التعليمي، استاذ ايمن اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. استاذ رايد الحسيني مدرس فرنساوي ورئيس قسم ورئيس نقابه المعلمين المستقله، اهلا بيك استاذ. اهلا بحضرتك. خلينا ندخل على طول هنا دكتوره بثينة، متحمسه ليه للموضوع جدا؟ أولاً كل سنة طيبين، كل سنة والمسيحيين كل سنة طيبين. النهاردة أنا متحمسة ليه؟ طبعاً أنا يعز عليا أن أنا أوافق على هذا القرار، عشان أنا كنت مدة طويلة جداً كنت مدرسة، ومدرسين أنا عدت 20 سنة مدرسة، فيعز عليا المدرس يراقب. لكن الواقع اللي أنا شفته أنا مضطرة أيد الخطوة. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، أنا كنت في أحد المدارس الخاصة اللي موجودة في مصر الجديدة، ولغات ولا إسلامية ولا حاجة. دخلت قلت صباح الخير في حاجه دي؟ لا. قال لي ايه؟ لقيت ولاد بصوا لي باستغراب شديد جدا وقالوا له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقلت لهم طب شكرا اتفضلوا اقعدوا. قالوا قلت اتفضلوا اقعدوا، لقيت سيل من جزاكم الله خيرا واذكار لمده 3 دقائق. فمش عارفه اقول ايه يعني. طبعا لو اتكلمت اذا تهدرت على الدين تهدرت على كلام ربنا يا جماعه. ف دخلت فصل تاني لقيته عادي. فصل تالت لقيته بيعمل نفس الحكاية. فسألت قالوا لي في مدرس عربي كويس جدا ومحترم هو بيعلم الولاد الأذكار دي كل يوم. فصل فيه مسيحيين، ما فيهوش مسيحيين، فصل عادي. المدرس هو شايف ان ده صح، طبعا هو ده صح ماشي اوكي، بس ده صح يعني دي شخصية حضرتك، ده مبادئ حضرتك، مش المفروض تحفظ أطفال في إعدادي اللي انت بتعمله كل يوم. كلام جميل يعني، انا مش معترض على الدين عشان محدش فاهمني غلط، لكن انا بتكلم على الفكره يا استاذ. لا وبعدين انا ما اعرفش كمان الاذكار او الادعيه الدينيه اللي بيقولها يعني. انا ما اعرفش يعني بس انا الفكره نفسها، فكره ازاي بقى عندي اسطمبه، هي دي الفكره اللي انا بناقشها. بقى عندي فصلين اسطمبه وبقيت الفصول اسطمبه تانية. طب انت عايز تقولي ان بعض المدرسين يعني هنا في حاجه تاني بقى. لا في الموقف التاني بقى، الموقف التاني ده جه حد قريبنا قال لي المدرس الفصل بتاع التاريخ واحنا بدينا 6 اكتوبر قعد يتريق على الجيش، وقعد يقول انت ما تصدقوش الكلام ده طبعا، ولا جيش يوكا ولا الكلام ده، ده الثغره كانت هتبهدل الدنيا. فايه فجالي فمامته بتقول لي طب ينفع كده؟ وتقول لي قريبنا ظباط يعني نعمل ايه؟ فقلت لها طب انا هكلم حد، فكلمت حد يعني. فبقول له طب يعني ايه رايك في الموقف ده؟ قال لي المشكله ان انت مدرسه ايه؟ فقلت له اسم المدرسه الى اخره. قال لي على فكره المدير مش هيعمل له حاجه، لان المدير عادي بيدعم المساله دي. قلت له طب يعني انا اكلم مين؟ قال لي انت عارفه لو كلمت اي حد هيقول لي تثبتي الكلام ده، هتروح تثبتي الكلام ده، هيجي يسالوا الولاد، الولاد كلهم طبعا يخافوا من المدرس، فما حدش فالدنيا هتنتهي على مين. فريحت دماغي طبعا. فده موقف يعني برضو من المواقف اللي ضايقتني جدا. مين يتحكم في المدرس ده؟ طيب يعني انت هنا موقفين حصلوا لي انا يعني لازم اوافق على هذا القرار بسبب بس الموقف اللي حصل. كلمه مراقبه المدرسين ما هي هنا انا بقول يعز علي، انا ما بقولش مراقبه لكن متابعه جيده. لا يعني انا يعني هذا المعلم اللي بيدي دراسات اجتماعيه في قسم الاعداد ما عندوش موجه، ما عندوش موجه بيخش له الفصل، ما عندوش وكيل مرحله بيخش يشوف طب بيقول ايه. استاذ رائد الحسيني، المتابعه تصل الى حد التنسيق مع جهات الامن اذا تطلب الامر، موافقين على ده؟ بالطبع. لا
يعني هو القرار ده ظاهره رحمة باطنه عذاب. يعني احنا بالتأكيد احنا ضد ان اي حد يسخر من ثوابت الوطن من نصر اكتوبر. احنا ضد ان اي معلم يخش يعلم الطلبة التطرف. طبعا كلنا ضد ده. بس آلية تنفيذ القرار يعني ما تطيط العبارات اللي في القرار. يعني هو شايف ان في افكار هدامة اللي هي ايه بالظبط؟ هل اللي احنا فاهمينه ولا يعني مثلا اللي هيعلم الولاد حرية الرأي والفكر وان التلميذ لازم يكون فاعل ومتفاعل مع كل القرارات اللي في المدرسة ويشارك ده اللي يعلمه حقوق انسان اللي يعلمه ده من وجهة نظر مين هيبقى صح ولا غلط؟ دي حاجة. الحاجة التانية ليه الامن؟ طب ما يعني انت خايف ان ده يحول مدير المدرسة المخبر؟ ده يعني ده حقيقي. انت بتعمل 50,000 مخبر في مصر. يعني ايه الضمانة ان مدير المدرسة حضرتك ما يكونش هو بعض مدير المدارس دول يكون فكرهم داعشي او اخواني؟ ما ده اللي انا بقوله. ايه الضمانة يعني اللي ما هو ده اللي هيطبق يا فندم؟ اللي هيطبق ممكن يكون داعشي. لان القرار موجه لمدير المدارس. ايه الضمانة ان مدير المدرسة انا مش من شلته، انا مش يعني يلبسنا انا يوديني في داهية لمجرد ان انا مش متوافق؟ لا بس هو البعض ممكن يقولك طب مش جايز حالة البلد عايزة كده، ان انت بتتعامل وقت مع عدو مختلف عايش بيننا عظيم، وبالتالي هنا هيحاول انه يستقطب الاطفال يستقطب. اتفقنا استاذ وائل على المبدأ نشوف آلية التنفيذ. حالة البلد محتاجة ده طبعا. آلية التنفيذ بقى مش ان انت تخلي مدير المدارس مخبرين، آلية التنفيذ مختلفة. يعني هو الامن مثلا، هو الامن مستني ان مدير المدرسة يقول له ان الاستاذ فلان ده افكاره هدامة؟ الامن عنده تحريات وعارف. هي الدكتورة بسينة بتقول الامن هيعرف منين ان المدرس ده بيعمل ايه جوه الفصل؟ يعني لا مش جوه الفصل، الامن عارف المدرس ده بيجيب افكاره منين وعارف هو بيستقيها ازاي ويقدر يثبت عليه هذا ويحال للنيابة فورا. مش الدرجة دي. لو احنا عايزين يا استاذ وائل نعمل ده في خطوات تانية، يعني التعليم الافكار اللي علقت بيه من قبل كده، طب ما نخلي التعليم ما يبقاش مناخ سمعا وطاعة. طيب دكتور عمل، هل ده يحول مدير المدارس لمخبرين بيبلغوا في المدرسين والبوكس يجي ياخدهم ولا؟ هو سيادتك انا ما اعتقدش ان اللي اصدر القرار ده هو بيذهب هذا المذهب اللي احنا ابتدينا نذهب له، ولكن هو دور المعلم محدد بخطوات واضحة. يعني زمن الحصة 45 دقيقة، 45 دقيقة دي المفروض متوزع على موضوعات أو العناصر الموجودة في الدرس. لو إنه تطرق لأي موضوع معناه إنه هو بيضيع وقت الحصة وبيستغل التأثير الأدبي وعلى فيما لا يجب أن يكون، ولكن ما نقدرش نقول إن هو بالطريقة دي هيحولهم لمخبرين أو غيره. لا، ده هو الناس اللي عندها نزعة التطرف معروفة كويس، لأن في القرى الناس عارفة بعضيها، ومعظم مدارسنا 70% من مدارسنا موجودة في الريف. طب امال نعملوا ليه؟ بيعملوا نوع من زي ما أقول أنا بحاول أوحد الأداء. كون إن أنا أتابع أداء المعلم في الفصل ده مش عيب. كون إن أنا أتأكد إن المعلم ملتزم بمحتوى المنهج ولإدارة الفصل وإدارة وقت الحصة، لأن الوقت ده بتاع الحصة على فكرة مش بتاع المعلم بس، ده بتاع المعلم زائد التلاميذ. بس هو هنا مركز على أشوفه بيديهم معلومات مغلوطة ولا لا، قيم هدامة ولا لا، فكر متطرف ولا لا. تمام، لأن هو مسؤول عن حاجة بنسميها من أدواره أن يخلق نوع من التوحد والتجانس الفكري للطلاب، بمعنى يخاطبهم كلهم بلغة واحدة عشان يبقى فيه نوع من التآلف والاستقرار. طب ليه التنسيق مع جهات الأمن؟ هو يمكن في الحتة دي هو لما ينسق مع جهات الأمن، هل جهات الأمن دي أو مش جزء من مؤسسات المجتمع؟ المجتمع ده مجموعة من المؤسسات. المدرسة مؤسسة، جهات الأمن دي مؤسسة، أي جهة تانية مجموعة من المؤسسات. المؤسسات دي لابد أن يكون بينها تنسيق عشان تتوحد الجهود والأهداف. يعني ما ينفعش سيادتك في مؤسسة تسعى لتحقيق أهداف ومؤسسة أخرى تهدم ما تبنيه المؤسسة الأولى. ما ينفعش أن الأسرة يكون لها أهداف
والولد يروح المدرسه يبقى لها اهداف ثالثه. طيب استاذ ايمن، دور العباده او المؤسسات الثالثه دي يبقى لها اهداف. طيب استاذ ايمن، بيخلق نوع من التوحد والتجانس الثقافي. اعتبرته هذا القرار كانه بيرفع شعار امسك معلم يعني؟ في الحقيقه هو ده، كتف معلم وسلمه. ده ده في الحقيقه جزء من سياسات عامه ليست حديثه او جديده، وانما منذ اكثر من 30 سنه تعلق وزاره التربيه والتعليم فشلها في سياسات التعليم وبناء منظومة تعليم وطنية حقيقية مستقلة تحقق التنمية الوطنية المستقلة على على المعلم المصري. المعلم المصري من 3 شهور على لسان السيد وزير التربية والتعليم انه كل المعلمين جهلة ونصهم حرامية. معلش انا بقول بس دي استمرار، خلينا نحفظ ونفيه يعني. يعني هو نفى او ما نفاش، ده اللي طلع في وسائل الاعلام. واحنا في الحقيقه ان التطرف هو فكره قبل ان تتحول هذه الفكره الى سلاح، فهي في الاصل فكره. معالجتها في وزاره التربيه والتعليم لا يمكن ان تكون بقرار مثل هذا القرار من اختصاص وزاره الداخليه. وزارة التعليم لا تقوم بعمل وزارة الداخلية. لا، انت شايف ان ده يحول وزارة التعليم لوزارة الداخلية؟ طبعا انا دوري في معالجة التطرف دور تربوي ودور تعليمي، ان انا اطور المناهج، ان انا ادخل التكنولوجيا الحديثة اللي هتطور طرق التدريس وعلاقة المعلم بالطالب. بس ممكن يقول لك لو لقيت معلم يحاول اختطاف الطلبه، عفوا واختطاف التلاميذ الى الافكار المتطرفه. كويس جدا. انا اللي بيحكمني ايه كمعلم جوه الفصل؟ بيحكمني مجموعه اشياء: بناء تشريعي، قواعد عمل يعني بلتزم بيها، 2 توجيه فني تخلى عن دوره تماما طوال سنوات ماضيه. التوجيه الفني اللي هو بيتابع علاقة المعلم المعلوماتية بالتلميذ، وبالتالي أنا بخش أسأل التلامذة بشوف مستواهم من خلال الحوار بين الموجه والمعلم والتلميذ، بكتشف ما الذي يقوله المعلم للتلاميذ. إذن هناك حل داخل الوزارة من خلال مؤسساتها وهيئاتها و سيادتك قبل الموجه. عفوا يا دكتور، خلينا اكمل فكرتي. هو قبل الموجه الفني اكمل فكرتي. 2، انا وجهه نظري انه سياسات مجمل سياسات التعليم في مصر تؤدي الى التطرف. بمعنى لما يبقى عندي 2377 منطقه في جمهوريه مصر العربيه وفقا لبيان هيئه الابنيه التعليميه محرومه من اي نوع من انواع المدارس، أبقى سياسات التعليم القاصرة تؤدي إلى الإرهاب والتطرف نتيجة لانتشار الجهل. لما يبقى طرق التدريب على الترقية على بنك المعرفة، بينما المعلمين ما بيعرفوش يخشوا أصلا على بنك المعرفة لتطوير ثقافة المعلم المهنية، يبقى ده سياسات التعليم اللي تؤدي إلى التطرف والإرهاب. لما يبقى منظومة الأجور للمعلمين التي لا تشعره بالأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي هي أدنى منظومة أجور في كل شرائح العاملين بالقطاع الحكومي، يبقى دي سياسات تؤدي إلى التطرف والإرهاب وضعف المعلم ثقافيا ومهنيا واجتماعيا. لما يبقى المعلم كمان خاضع لرقابة من رئيسه في العمل وفقا لهذا القرار، هذا المعلم الذي يستهدف من ضمن مستهدفاته التربوية والتعليمية بناء شخصية سوية تؤمن بالمنهج العلمي للتفكير، المعلم المهتز الغير قادر على الشعور بالامان لا يمكن ان يصل لسيادتك. بعد اذنك يا استاذ وائل، هو السؤال هو انت شايف ان سيادتك ان المعلم المفروض يقوم بدور ان هو يؤدي الى تطرف بعض الطلاب؟ يعني هل ده دور من ادواره؟ لا انا ما قلتش. طب لو كان المعلم، بص انا اقول انا طب بعد اذن سيادتك، لو ان المعلم لو ان المعلم انسان معتدل، ايه اللي هيحصل؟ ما معنى الاعتدال؟ على فكره الاعتدال فكره نسبيه، الاعتدال والوسطيه تمام. هو حضرتك مؤمن بوجهه نظر وانا مؤمن بوجهه نظر، تمام. انت ممكن تتهمني بالتطرف وانا اتهمك بالتطرف. لا لا لا، ما هو الاعتدال؟ لا لا لا، تتهم بالتطرف عندما
تنحرف عن ثوابت وقيم المجتمع. يا دكتور حتى الان خلاص يا دكتور عندما يا دكتور بعد اذن سيادتك عندما لم يصل العالم لتعريف مفهوم الارهاب. انا لا ادافع عن الارهاب لكن بس ده قضيه لا الارهاب مفهوم معروف. انا عايز بس يا جماعه انا عايز احط ايدي على الموضوع بشكل عملي. بشكل عملي سيادتك بشكل عملي هل مدارسنا حصل فيها حاجات فاحنا محتاجين ده؟ ايوه حصل. قد يكون هناك دوافع لمصدر القرار. قد يكون هناك دوافع لمصدر القرار دوت دفعته نزله. هل اذا كان عفوا استاذ وائل لما الطلاب ما هو سياسات التعليم يا استاذ وائل لما الطلاب المسيحيين اثناء حصه التربيه الدينيه يخرجوا من الفصل إيه ده تمييز حاجة. لا ما فيهاش حاجه الله ما هو ده يدعو للتطرف ايضا بدون قصد. لا يا لا يا دكتوره ما تخلطش بدون قصد. لا ازاي لا لا انا ما بخلطش احنا بنتكلم في الاوراق بعد اذن سيادتك والله ما بخلط. لا بعد اذن سيادتك في بعض المدارس لا نموذج في بعض المدارس هناك حد في الاهليه في الاهليه لو ان العدد بتاع في معلمي التربيه المسيحيين اكثر يحدث العكس. لا انا بناتي لا ده بتوصل ايه فكره المعلم يا جماعه الاصوات بس انا عايز فهم. هل الفكره توصل للتلميذ طيب. اللي قاعد في الفصل ده المسلم اللي قاعد في قلب الفصل وزمايله مش في التربيه الدينيه بس بعد اذن سيادتك هو انت كده بتصنعه متطرف. لا بعد اذن سيادتك هو مش في التربيه الدينيه بس يا واد عشان يبقى في خلط في الكلام في مواد زي المجالات الزراعه بيخرجوا والموسيقى بيخرجوا ومش عارف ايه يخرجوا لا لا في المجالات يا دكتور وحضرتك استاذنا المجالات يا واد بيه التمييز هنا على الاختيار. لو انا عندي مثلا الطلاب اللي بياخدوا نشاط الموسيقى مثلا عددهم اقل بيخرجوا بقى يبقى يا جماعه بس انا مش عايز مش عايز احصر نفسي في نقطه بس هو احنا كده يا دكتوره هنا لو سمحتوا يا جماعه بس كده المشاهد مش هيسمع. ما مضمون القرار يعني كده المشاهد مش هيسمع. اتفضل يا زوال يا دكتوره هل مدارسنا محتاجه ده انه يطلع ليله راس السنه هذه الخطوه يعني مع بدايات نهايه السنه الماضيه والسنه الجديده هل مدرسنا حصل فيها سلسلة أحداث تقول ده إنه لابد من متابعة ومراقبة المدرس داخل المدارس أشوفه بيعمل إيه مع التلاميذ بيوصلهم فكرة متطرف ولا لأ وإذا اقتضى الأمر التنسيق مع الجهات الأمنية يعمل ده هل إحنا محتاجين ده فعلا؟ بس حضرتك في الدين الضرورات تبيح المحظورات صح؟ في الدين حكم دين يا أستاذ حكال أنا ما تعتقش في الحياة السياسية والحياة الأمنية والحياة الضروريات بتبيح كل حاجة عشان أأمن المجتمع. آلية المعالجة يا دكتورة. ده اللي أنا عايز أوصل. آلية المعالجة. بس حضرتك. بس حضرتك. أنا طبعا أنا قلت أول كلام قلت أنا عز عليا إن المدرس أو مراقب. أنا قلت كده. ولكن الواقع اللي أنا شفته واللي لمسته هو بيخليني أوافق على الخط. لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. احنا ما بنتكلمش يا جماعه في السياسات ولا بنتكلم في المناهج احنا بنتكلم في جزئيه هذا المعلم هذا الشخص اللي واقف في الفصل ده شخصيه مؤثره جدا جدا في حياه الاطفال خاصه مرحله التعليم الاساسي ودي حاجه معروفه انا الشخص ده ان ما كانش موثوق فيه ان ما كانش شخص موضوعي ومحايد ويؤتمن جميل. على هذا الجيل انا المفروض ما مسويش الحبل على الغالي انا كشخصيا بقول لحضرتك انا خبرتي انا بكلمك انا واحده انت عارف ان انا تنفيذيه مانيش قاعده في مكتب يعني انا اللي شفته في الواقع بيقول لي لا بيقول لي ان في معلمين بيستغلوا وجودهم كمعلمين وبيشكلوا شخصيه الطلاب بيشكلوا قيم الطلاب فانا اذا هناك في خطأ ما إن كان هذا بعلماني أو ديني أو أيا كان أنا ضد ده وضد ده لكن أنا عايز أقول حاجة إن آلية التنفيذ أنا معاكم في حتة آلية التنفيذ يعني أنا برضو مش عايزة حد ينفرد وإيه الضمانات برضو بس حضرتك ما أنا هقول حضرتك يعني أنا برضو أنا مش عايزة ولا مدير ينفرد اتفقنا مع كلام حضرتك اتفقنا في الحتة دي ولكن الآلية الآلية يا دكتورة مش أمن يعني أنا ما ده اللي أنا عايزة أقول أنا مش عايزة المدير هو اللي يبقى لأن احنا شخصياً طيب خطوة يا جماعة السؤال أنتوا يعني يا جماعة بس أنتوا عندكم مخاوف ده هيفتح الباب إلا أي حد عايز يبلغ في أي مدرس بالظبط قالوا الأمن الدكتورة تعالوا خدوا فلان فلان ده والدكتورة أستاذنا الفاضل قالوا أكيد في حاجة النهاردة خلت
صنع القرار ده ان هو يصنع ان هو يصدره الحقيقه لانه كاتب في نهايه ال بتاعي مع اعتبار الموضوع هام جدا. ايوه انا رعايتكم الشخصيه اسمح لي يا استاذ وائل. الحقيقه ان القرار ده ما فيهوش ليه اي ضروره في توقيته الان. اللي حاصل ان ده كان القرار ده انا كنت محتاجه من سنتين ثلاثه فعلا. لما الدكتوره قالت انا دخلت ولقيت كذا ده كان من سنتين ثلاثه. لا دي سنه. لا 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 حضرتك انا لا انا شفت ده كان السنه. ممكن اخد فرصه انت بتتكلم عني انا بقول لحضرتك اخد فرصه وحضرتك رد عليا. تعرف يا معالي النقيب اخد فرصه اتفضل اخد فرصه. اللي حاصل يا استاذ وائل الان ان في ناس بتختفي وبتهرب من ان هي تقول افكاره. هل احنا مع اللي بيحصل ان مدرس يسيطر الكلام اللي قالته الدكتورة على النشأ وهو فاعل معاهم وبيقلدوا منه وهو احنا مع ده؟ الحقيقة لا. نضيف في مدارس ما فيش فيها تحت علم. هل انا مع ده؟ مستحيل. في مدارس بتسخر من ثوابت الوطن انا مع ده؟ لا يمكن. مين اللي يقوم بتقويم ده؟ اللي بيقوم بتقويم ده انا عندي زي ما قال استاذنا فاضل عندي متابع وعندي موجه فني وعندي الناس دي تقوم بدورها. خلي كل واحد يقف قدام مسؤولياته ويشتغل. طيب. خلي الامن يعمل شغله. موافق. واحنا في الوزاره نعمل شغلنا. انما هو المعلم الحلقه الاضعف. هو يعني انا هحمل المعلم التطرف اللي بيحصل في البلد؟ الله. انت شايف هنا المعلم يعني بقى وهو قاعد في الفصل كان في واحد قاعد بيراقبه يعني او حد يقول لك بعد هبلغ الكاميرا فوق وهبلغ الامن. طيب الولد اللي انا ما رضيتش اغششه في الامتحان يا استاذ وائل الولد اللي انا ما رضيتش اغششه في الامتحان يروح يوديني في داهيه يا استاذ وائل. حاجه بسيطه تاكيدا لكلام هو بيقول يعني في من الملاحظ اللي بيقولها ان لو كل واحد في المدرسه في المؤسسه دي قام بدوره كما يجب ان يكون مش هيبقى عندي المشكله دي. بمعنى في جوه المدرسه في موجه مقيم اللي هو مين؟ المدرس الاول او المعلم الاول. صحيح. المعلم الاول ده يعد موجه مقيم وهو الذي عشان لازم اطلع فاصل ما يهمش ونكمل بعد الفاصل. ماشي دي مهمه جدا. طيب. بعد الفاصل هنتلقى كمان اتصالاتكم يا جماعه. بالتاكيد كلنا هيبقى في حاله اجماع على انك تواجه اي تطرف داخل المدارس، لكن الخوف انه ده يحول مدير المدارس لمخبرين بيبلغوا في المدرسين، والخوف كمان انه كلمه يعني مع التنسيق مع الجهات الامنيه يعني هنناقش ده يعني هل ده يعني تقتضي المصلحه الوطنيه ولا ده ممكن يكون تبليغ في بلغ في المدرسين تعالوا امسك معلما يصبح الشعار امسك معلما يعني. بعد الفاصل هنتلقى اتصالاتكم. مشاهدينا نحييكم من جديد. قرار من وزارة التربية والتعليم قلنا لكم مضمونه ونصه ببساطة شديدة هو يدعو لمتابعة المدرسين داخل الفصول مراقبتهم يعني وكمان الجملة اللي أثارت جدلا شديدا المتعلقة بالتنسيق مع جهات الأمن إذا تطلب الأمر ذلك اللي احنا شايفينه على الشاشة. بالتأكيد نشوف رأي الناس ايه في ده وهل هو متعلق بس بالآراء المتطرفة ولا ممكن كمان يكون متعلق بالأخلاقيات والسلوكيات المعيبة. ده تفسير هنا مش ممكن يكون يعني هو ليه حصرينه. لا ما انا قلت حضرتك ان ممكن يبقى ده شخصية يعني حد بيعلم الأطفال حاجة مش كويس مثلا يعني كلمات سوقية ألفاظ لا أخلاقية يعني بعض مثلا المدارس الدولية بتعلم الولاد قيم خارج عن قيم المجتمع وده برضو ما هو لازم يراقب. ما انت ما تخلينيش بس تحصرني في حته التطرف. لا انا بقول انا عايزه الناس كل معلمين بتوعي ملتزمين بالقيم والاخلاق وثوابت المجتمع بتاعتي. خلاص هو ده الصح ويكون هذا المعلم موضوعي. طب ما انت برضو لو في المقابل لو دخلت مدرسه دوليه هتلاقي ان كل المعلمين بيسخروا من كل ما هو عربي، بيسخروا من كل ما هو مصري، بيسخروا ما يكون هو كله هو محلي. طب ما انت كده برضو بتهد قيم عند الطلاب دول وانت بتطلع لي كده برضو ناس بعيدة جدا عن المجتمع. طيب. هنا تاني يا استاذ رائع انتوا عندكم احساس كلمة مراقبة بس في حد ذاتها مهينة ولا يجب ان تقال. عندكم احساس كمان ان يعني اللي هو زي يعني هنا انتوا حاسين ان كأن المدرس بقى عضو في عصابة وهناك من يراقبه ومن يتابعه
قبل نظام القرار. الافلام الابيض والاسود ده تسمح تولع لي وبتاع ايوه قبل القرار ده شوف المدرس بيعمل ايه جوه الفصل يعني. قبل القرار ده يا استاذ وائل المسؤولين في, في 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 الادارات التعليميه بيستهدفوا النقابيين اللي بيشتغلوا من اجل مصالح زملائهم المعلمين. وعندي حالتين في 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 الاقصر مثلا, اشرف خشوم في في, في ارمانتو وعبد الوهاب فرعاوي في, في اسنا, اتحولوا لعمل اداري والحجه اسباب امنيه لمجرد ان هم بينادوا بحقوق زملائهم. طب ده قبل القرار. طب بعد القرار, لا ده انا هدخلك السجن بقى, هوديك امن الدوله بقى. ف احنا لسنا ضد الكلام, ولكن مين اللي ينفذ؟ انا عندي بالفعل رقابه, الرقابه دي تشتغل, الموجه يتفضل يشوف شغله, المدرس الاول يتفضل يشوف شغله, اللجان المتابعه اللي بتيجي من الاداره واللجان المتابعه اللي من الوزاره واللي من المديريه, الناس تشوف شغلها. المناهج احنا ليه ناسين المناهج؟ ما بيبقاش فرض, ما تعتمد على فرض التقييم, ممكن المناهج ممكن. ما هي ما احنا وانت بتتكلم في جمله مشاكل, بس ممكن يكون من بينها, ما احنا بنتكلم عن المناهج وعن كل عندي عنف. ممكن يكون من بينها يقول لك لا انا خايف المدرس له تاثيره الادبي والمعنوي على التلاميذ, لو قال لهم كلمات سوقيه, قال لهم فكر متطرف, عليه رقابه يا فندم وليست امنيه, عليه رقابه في شغله, ده شغله, ده طبيعي فنية. اي فني بتاعه رقابه فنيه هو بيتبع الاخلاق ولا 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 كل التخوفات اللي قالوها الاساتذه الدكاتره الافاضل طبعا. طبعا احنا معاهم, ولكن مين؟ يا واد هو بص عادي القضيه ازاي. خلينا ناخد نشرك الناس معانا كده ونشوف. استاذه مها من القاهره, استاذه مها اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, اتفضلي. انا عايز اسال سؤال يا استاذ وائل. دلوقتي في حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي, السيد الوزير بيقول ان هو عايز يعمل تدريب للمدرسين كل 5 سنين ويديهم مزاولة مهنة. يعني ايه مزاولة مهنة؟ يعني ايه؟ رخصة مزاولة المهنة. حاجة عالمية على فكرة. في العالم كله. يعني انا بقوله كده لا يزاول مهنة للمعلمين بس. لا 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 للموظفين البنوك ولا المين ولا للمعلمين بس. لا كله بياخد ترخيص مزاولة مهنة. احنا قلنا. ترخيص مزاولة مهنة كله بيحصل عليه. وده عالمي. توجه عالمي مش طب ايه سؤالك يا استاذه ما غير ده؟ غير دوت مديرين المدارس ممكن ان هم يكونوا على خلاف مع المدرسين. أيوة. ده بيحصل, ما ده اللي انا ضده. استغل القرار ده فيبلغ فيهم. ده بيحصل فعلا. استاذ عبد الناصر من الجيزه. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, اتفضل. قصه يا استاذ وائل ان حضرتك المفروض ان المخابرات, انا هقول لك حاجه ممكن انت حضرتك تستغربها, المفروض ان التعليم يخضع لجائزه المخابرات السياديه في مصر. هتقول لي يعني خلينا اقول لك فعلا التعليم اساس الدوله في مصر. يعني هو يعني ما جهاز المخابرات جهاز وطني له مهمته في حمايه الوطن يعني, لكن مش مسؤوليه ليس من بينها يعني مراقبه المدرسين يعني. لا مش قصه مراقبه المدرسين يا وائل بيه, انا بتكلم في قصه ان ايه ان اهميه التعليم زي ايه جهاز المخابرات كده. يعني انت محتاج ان انت تبني دوله يتليها بالتعليم. فانت عندك يعني اللي يضمني ان المدرس ده راجل ده مهما انت محتاج عشان تختاره من الاول مدرس لازم تدي له قواعد اساسيه وتربويه عشان تختار مدرس كفي يدي يعني. انت موافق على فكره مراقبه المدرسين حتى لو تطلب الامر التنسيق مع الجهات الامنيه؟ يحتاج ايه بس بصرف النظر ان هي بعدم اقصاء التنكيل بيهم سعادتك. عدم التنكيل بيهم, انا بتكلم في قصه ان انا اراقب المدرس. طب انت ليه ما قطعتش ليه؟ استاذ مجدي من الغربيه, استاذ مجدي اتفضل. السلام عليكم يا استاذ وائل وسلام على ضيوفك. بيحيوك جميعا, اتفضل. بالنسبه للمدرسين بالذات المسؤوليه الاولى والاخيره مدير المدرسه, بس المشكله حاليا ان المدرسين كلها اغلبها دلوقتي اصبحت مثلا في القريه من اهل القريه. فمدير المدرسة بيخاف لأن أصبحت عائلات, هيجي يبلغ على واحد تحصل له مشكلة. فهنا مجلس الأمناء في كل مدرسة منوط بيه إنه يقعد, وإحنا كلنا أهل قرى عارفين أبنائنا شكلهم إيه. بشكرك. دي مشكلة تانية في الصعيد وفي الريف. محمد فعلا مش هيقدر. أستاذ محمد اتفضل. اهلا بيك, اتفضل استاذ محمد اتفضل. انا عايز اقول كلمتين بس, بس يا ريت ما حدش يقطعني فيه. انا طالب في ثانويه عامه. اه تمام. انا لما احس
ان انا ما بتعلمش حاجه جديده، حاجه انا واخدها من ابتدائي، تمام، يبقى انا كده بحس ان نظام التعليم بتاعي فاشل. لما انا احس حد يقدر من حضرتك من الاساتذه اللي قاعدين مع حضرتك يقول لي نظام ترتيب مصر في التعليم كان، مصر كان ترتيبها القبل الاخير في التعليم، ومصر خرجت دلوقتي من الترتيب تماما. ده اكبر دليل تعليم، نظام التعليم فاشل. لازم النظام ده يتغير، لازم يبقى فيه توجيه في المدارس. طيب. لازم المدارس كلها تشتغل على نظام واحد. ما لقيش مدرسه شد قوي ومدرسه الناس كلها بتلعب فيها. انا بشكر. احمد من الجيزه. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السؤال هو ليه حضرتك، هو ليه التعليم عندنا في مصر كله قايم على المدرس؟ يعني انا عايز اسال سؤال، يعني الرقابه كلها مدرسين. انت شايف يعني لا يستهدفون الا المدرس، يعني الا المدرس. طب استاذ جامعه حضرتك جنبك اهو، اساتذه جامعه الفضال، مين اللي بيراقب عليهم؟ طب ما انت عندك حق، طب ما نراقب استاذ الجامعه كمان. هو الامن بيراقب، ما تقلقش بتراقب. طالب ان هو يبقى عنيف بتراقب، انا هياخده. مش هو دوت اللي بيزرع معظم المشاكل اللي موجوده في الجامعات كلها من عند مين؟ مش من اساتذه الجامعات اللي موجوده؟ هو احنا مسكنا طلبه قبل كده في ثانويه عامه مثلا بيفجروا مدرسه ولا كلهم طلبات جامعات؟ ما هم متربيين بقى في الله. طيب انت شايف ان المعلم يعني تحول لملطشه، يعني وفقا، انا اسف في التعبير، وفقا لهذه المفاهيم اللي البعض بيحاول انه ينشرها، يعني لان المعلم بيعلم اجيالا. يعني ما هو كلنا بنعلم، استاذ الجامعه بيعلم وانا بعلم، اشمعنى كل حاجه تبقى على المدرس؟ واستاذ الجامعه دوت استاذ فاضل ما حدش بيكلمه، ما حدش بيراقب عليه حتى في وقت الامتحان، ما حدش بيراقب عليه حتى في التصحيح. للاسف. طيب ليه النظام متابعه وليه استاذ عصام المنيا؟ كلام مش صحيح. عليكم. اتفضل استاذ عصام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. هو احنا مش هنفضل طول الوقت نتكلم يعني لا بكاء على ابن المشكوك، احنا عايزين نظهر بالتعليم. وانا مع قرار الوزاره في مراقبه سلوكيات المدرس، بس يكون في نظام واستراتيجيه للمراقبه. بمعنى يعني لما اعمل نظام المراقبه وكاميرات في الفصل كده، انا عملت كنترول على المعلم وعلى التلميذ. وبعدين لازم في التعليم الاساسي لازم يكون في يعني في اليات ان انا ازاي اطلع التلميذ ده عنده وعي فكري، يحب بلده، مؤمن بمدرسه، مؤثر بناء على تعامل المدرس معاه يا فندم. طيب بشكرك. وليد من الدقهلية. استاذ وليد اتفضل. استاذ وليد. طيب انا عايز اسال هنا لغايه ما ناخد تليفونات تانية. دكتور حسين، هنا البعض ممكن يقول لك كلمه مراقبه، يعني هوقف له واحد على الباب ولا اعمل ايه؟ ولا يعني واحد ببص من الخرم الباب ولا هعمل يعني مش عارف. واحد على الشباك نادورجي اوقف له على الشباك ولا اركب له كاميرا فوق؟ ما هو كلمه مراقبه كمان. بس هو انا برضه انا فعلا ضد آلية ان في شخص يبقى المسؤول عن الموضوع ده، ان انا اخلي مدير مدرسه هو اللي يكتب التقارير ويبلغ، انا ضد ده الحقيقه. لكن انا مع الزملاء اللي بيقولوا فعلا ان لازم يبقى في آلية تتعدى فيها الجهات، احترامه ومكانته، حتى لو في بعض المدرسين انا عندي شكوك فيهم. لكن هنا المشكله ان القرار يمكن ان يطال الجميع في مضمونه بالزبط. يعني بالظبط. فعشان كده بقول لحضرتك لازم يبقى في اليه محترمه مقننه ويكون في جهات متعدده وليست شخص. لكن انا لو وديت انت عارف المصريين يعني لا بالذات مثلا هيبقى برضه بس عايز اقول لحضرتك في الريف في الريف هيبقى مشكله. انا مع كلام الدكتوره. يا ساتر، هو انت صوت ان المدرسه عباره عن مدير مدرسه فقط؟ لا طبعا. لا بعد اذن السياده هو بيبقى في شخص مسؤول اللي هو مدير المدرسه، ولكن مدير المدرسه ده مش منفرد، بمعنى معاه طاقم متكامل. وفي مجلس اسمه مجلس اداره المدرسه على فكره، ماشي، المؤسسه ماشي. المجلس ده هو المدير، لا يستطيع ان هو ياخذ رايا منفردا بشكل نهائي. وعنده مجلس امناء واباء ومعلمين، عايز بس اوضح حاجه، فهو مش هيستطيع. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، هو اللي هيكتبه ده مش هيبقى مهما يعني لو حاول يظلم حد
مش هيبقى محل فحص من المؤسسة الأمنية اللي رايح لها. يعني هو زي ما يقول للمؤسسة الأمنية المؤسسة الأمنية هتاخد بكلامه؟ استحالة طبعا. أنا بس مش بيحدث كده أبدا. أنا عايز أوضح حاجة سؤال بعد إذنك. في 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 بلغة مش هيحصل يعني ما هوش رأي منفرد زي ما أنت معتقد أن مدير المدرسة هيكتب ده خلاص ده ضاع. مش هي كده يا دكتور. بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك هناك واقع هناك واقع حصلت لي أنا شخصيا سنة 98 كنت بدرس في فصل أولى ثانوي في كتاب الجغرافيا صفحة 70 مكتوب كده: القمح سلعة استراتيجية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أغراض سياسية. كنت على خلاف مع مدير المدرسة. هذا حدث بالفعل. بعت لي واحد وقف على الباب. حظي أنه كتب أنه وقف سمع هذه الجملة. وبما أنه راجل جاهل وموجه بيراقب بدون وعي يعني نزل قال له ده بيتكلم في السياسة. بينما الموضوع باختصار كانت سطر موجود في كتاب في المدرسة فأنا بقوله للطلبة. وتم التحقيق معي في الشؤون القانونية وجبت الكتاب. قصة طويلة. أقصد أقول أن مدير المدرسة أستاذ وائل مدير المدرسة زي ما زميلنا الفاضل اللي تحدث حالا قال أن مدير المدرسة ممكن أن يأتي باثنين من أنصاره بالظبط ويشهدوا عليه والولاد بخلافات ايه يا دكتور بخلافات عائلية. طيب انا عندي هنا ناس حتى بعتلي رسائل كل مدير مدرسة عندي في ناس بعتلي رسائل مدرسون فعلا كتير منهم يتبنون آراء السلفيين. جميل جميل جميل. هل التطرف بقى قاصر يا استاذ وائل على جماعة بعينها ولا على فكرة التطرف في اجمالها؟ ده سؤال. القرار لم يوضح من هو المتطرف علشان أقدر أراقبه. في حاجة معلومة كمان لحضرتك وكل الناس: لا يمكن أن يتولى موقع قيادي في وزارة التربية والتعليم بدءا من مدير المدرسة وانتهاءا بالوزير إلا بموقفة الجهات الأمنية. لا بس لا إزاي المعلمين أنا عندي أنا تعيين أنا كان عن موقع قيادي لكن المعلم داخل المدرسة. أنا سعادتك أنا سعادتك لما جيت أستلم شغلي فضلت سنة متأخر عشان استطلاع الرأي الأمني وما زال هذا العمل خلص. وده وعلى فكرة بالمناسبة أنا مش ضده. طيب أنا مش هل ضده. هنا بس المفروض يا دكتور هل ده يحول في النهاية؟ أنا بس بخشى أن البعض هنا بدأ يبص على أن مدير المدرسة هنا يتحول إلى لواء شرطة. يعني لا ما هوش مطلوب كده طبعا. ده هيبقى مخبط مفروض. لا هو مش ممكن يقبض فلوس أساسا من الناس لو فاسد مش ممكن يقبض مني. ده أيوة الشعب ده اللي حواليه وعشان ما يبلغش عني ممكن كل شيء معنى اناصر ايه يعني هنا مش هنا مش وظيفته. لا الوزارة ممكن تعمل هنا مش وظيفته انه يلعب في المدرسة دور مأمور الاسم يعني اناصر. لا لا احنا ضد كده بيلعب دور تاني. استاذ وائل انا بس القرار طلع بلا دراسة كده لما نطلع يعني ننقضه بالطريقة دي يبقى مش مدروس. نوضع مجموعة من الاليات لتقنين الاجراءات اللي ممكن يتخذها مدير المدرسة او إدارة على عجل المدرسة. وما يبقاش مدير المدرسة لابد ان يبقى فيه دور لمجلس إدارة المدرسة اللي هو يتكون من جميع العاملين في المؤسسة تمام جميع معلمي المؤسسة والمجلس الأمناء والآباء والمعلمين الموجودين لابد ان يكون لهم دور. طيب عندي يعني لا بص يا دكتور من زاوية تانية من زاوية تانية يعني يعني مثلا انا عايز اعلم الطلبة ارسي ما بينهم قيم ان الحق ينفع تاخده من غير عنف تمام قصه العنف نفسها سواء ما بين تاخده بالقانون ايوه سواء ما بين الطالب والطالب ما بين الطالب والمعلم ما بين المعلم وولي امر الطالب ما بين المعلم والمعلم ما بين المعلم والمعلم والمعلم ومدير عايز ارسي هذه القيم عايز ارسي قيمه ان 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 ما فيش دين يعلى على دين ما فيش دين يبقى عنده استعلاء يعني لكم دينكم ولا دين وخلينا نتكلم فيما يخص بلدنا واوا يعني لما نرسي القيم دي ونرسي قيم كتيرة جدا في المناهج والمتابعة مش للأمن مش للشرطة. الشرطة دورها مهم جدا بس هي مش هينفع تحكم كل صغيرة وكبيرة. كل واحد له دور لازم يقوم بيه. ما ينفعش ان انا يعني ارمي كل اختصاصاتي اديها للداخليه او اديها زي ما الاخ المتداخل قال للمخابرات. هو ده دور المخابرات؟ ما عندهم اللي عندهم. لو ان كل واحد يقوم بدوره لو ان كل فرد يا سياده النقيب قام بدوره داخل المؤسسه احنا مش محتاجين للكلام. طيب الله عليك. اخد نشرك تاني الناس معانا اتفضل.
استاذة ريهام من كفر الشيخ. استاذة ريهام اتفضلي يا فندم. ايوه استاذ وائل اهلا بيك اتفضلي. انا اخصائيه اجتماعيه وبرحب بالساده الموجودين معاك، وعندي راي في الموضوع ده ان اللي يقوم بالمراقبه مش المدير، لان المدير اصلا حتى لو راقب المعلمين مين اللي يراقب المدير نفسه؟ ده صحيح. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا عايزة تفعيل مجلس، دور مجلس الاباء والامناء والمعلمين. انا عندي مهتمين بالتعليم في المجلس ما لهمش ابناء في المدرسة، المفروض ينتخب منهم فرد يكون ليه، يكون شخص متفرغ، يكون ليه مكتب في المدرسة ويكون ليه سلطات اعلى من سلطات المدير، عشان المدير ما يبقاش هو السلطة الوحيدة في المدرسة ويبقى منخول له كل حاجة. لازم يكون في حد مراقب على المدير، على المدير نفسه. اسمح لي ارد على السؤال عشان يكون الكلام موضوعي. مش هرد على ارد على على لو سمعت يا استاذ. هو بس في حاجه، في حاجه، في حاجه مهمه جدا الخطر تجيب لك حد من بره يقعد في المدرسه. هو بس في 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 يا استاذه حاجه مهمه في اللي انت قلتيه. هو فكره مجلس الامناء وان يبقى حد متفرغ، انت كده بتتخطي الجمعيه العموميه للمدرسه، مؤسسه المدرسه ومجلس اداره المدرسه نفسه اللي بتقوم من المعلمين الاوائل ومدير المدرسه والوكلاء. بينما مجلس الامناء هو رايه في النهايه استشاري، راي استشاري في جزء من المشاركه المجتمعيه الاكثر. بس من بعيد يعني كمان كمان احنا يعني مهتمين ليه بحكايه مين يراقب مين. مش فاهم انا يعني التعليم للحريه وليس للقهر. ما هنا يا جماعه هو التعليم بيخلق الحريه طبعا. يعني في ضوابط اداريه وتنظيميه كانت كفيله بانها بتضبط هذه الاوضاع. جايز يكون في اوضاع جديده. استاذ احمد مسكندري. استاذ احمد اتفضل. يا فندم مساء الخير. استاذ وائل مساء الخير اتفضل فندم. ربنا يخليك فندم. استاذ وائل بس انا كنت عايز اقول بس اتكلم بس في نقطتين سريعا. اتفضل. وبعد اذن حضرتك بس هو الاستاذه اللي اتكلمت على ان هي راحت مدرسه ولقيت ولاد بيقولوا اذكار او الكلام ده، هو اولا بالنسبه للاذكار يعني الاذكار دي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الاذكار دي حصن للانسان من الشيطان، حصن للإنسان إن هو يبعد عنه شياطين الجن من الوساوس أو كده. فإن أنا أشوف الولاد مثلا بيتعلموا القيم دي أو المبادئ دي عن النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة تفرحني، حاجة ما تزعلنيش. تمام. على النقيض إن كان الأولى مش دور المدرسة. لو فتحت ده أنا شفت مدرسين بيقولوا لأولاد فوائد البنوك حرام، الختان حلال، اوعوا تسمعوا كلام الدولة. هنا هنقعد بقى ندخل العيال في متاهات. وانا مش ضد عفاك عشان الناس تفهمني غلط، يعني الفكرة نفسها انا بس عايز اقول حاجة للاخ معلش دكتور. طب ما هو يكمل كلامه بس. انا بس عايز فكرة الاذكار دي او قراءة القرآن او الصلوات في مواعيدها او الى اخره، كل الموضوع ده له اوقات واماكن خاصة به غير وزارة التربية غير المدرسة. أنا عايز التلميذ يتعلم تطور في المناهج ودماغه يعني علم محدش ضد الأذكار بس طيب. عشان طيب. أنا غلط. طيب هاخد قبل ما أطلع الفصل الأخير هنا أنت عندكم ليه الإحساس بانه في عمليه شكوك دايما في المعلم في الدروس الخصوصيه؟ هو محاصر ومتهم بانه سبب انهيار العمليه التعليميه، وفي التاثير على الطلبه كمان هو محاصر لحد ان يطلع له قرار بهذا الشكل. يعني عندكم احساس انه هنا المستهدف هو المعلم والمحاصر هو المعلم؟ المعلم بيفقد الان حقوقه الاقتصاديه والاجتماعيه مبدئيا. يعني على سبيل المثال احنا بنقبض على اساسي 2014 وتخصم مننا على اساس 2017، ادي حقوقك الاقتصاديه. ما فيش اي اضافه بقالنا 3 4 سنين ونطلع في الاعلام نقول المعلم هياخد وهياخد 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 واحنا لا بناخد ولا بنشوف. حقوقك الاجتماعيه بقى كمان يعني مدرع. انت بتخسرها سواء منظرك الاجتماعي كمعلم او كل شويه قرار احنا هنحاصر احنا هنعمل في المعلم احنا وكأن الوزاره بتغازل المجتمع والاعلام بان هي تخبط في معلميها، رغم ان انت الوزاره لها خطه تطوير ولها خطه جديده ناويه تعملها. طب احنا ادواتك، احنا ناسك، احنا يعني اهتم بينا احنا اللي هننفذ.
دي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذ وائل، انا بس ليا تساؤل للاستاذ الفاضل او الدكتور الفاضل اللي اخذ القرار، يعني طب ما بدل القرار ده ما تعمل قرار حلو كده، يعني المسرح المدرسي وفرق التمثيل اللي في المدرسه والغنى والموسيقى، هيقول لك لا ما هي موجوده. لا لا مش موجوده بالشكل الحالي، خليها تبقى موجوده باللي بجد، وتعمل لها مسابقات وجوائز، ونحفز ونقول في المدرسه ان ده يا اولاد مش ضد الدين، وده يا اولاد مش ضد الاخلاق، مش اللي بيعزف ده يبقى ما عندوش اخلاق ولا ما عندوش دين. لا يعني خلينا نوضح ده للناس، نوضح ده للعيال. بس عايز اقول حاجه استاذ وائل فيما يخص الدروس الخصوصيه، جمله صغيره. الحلول الدروس الخصوصيه كانت احد البيئات الخالقه او الصانعه مفرخة للتطرف والإرهاب. طبعا طبعا. وبالتالي الحلول اللي طرحتها الدولة أو الوزارة في الحياة حلول وهمية. الحل الأساسي والجذري للقضاء على التقليل من الدروس الخصوصية هو تحسين منظومة الأجور للمعلمين، ثم تجريم الدروس الخصوصية تجريما جنائيا للقضاء على فكرة التطرف. أيضا الخط الموازي للمدارس أيضا ده مسؤولية الدولة مش المعلم بقى، لأنه في الدروس الخصوصية يا أستاذ وائل ليس كل من يعمل بها خريج كليات التربية أو معلمين. طيب عشان نبقى في، يعني. في موضوعنا بقى قبل ما أطلع فصل هنا دكتور بسينة وأسرها هنا التنفيذ الآلية هنا أنا معترض عليه. إيه اللي مخلي القرار يقول مع اعتبار الموضوع هام جداً؟ لا ما هو هامه جدا وعادل، لان في حاجه في احداث حصلت، في دوافع حصلت دي حقيقه. انا بس حضرتك في لازمه في كل فعلا في حاجات حصلت، لكن انا عايزه اقول انا فعلا معترضه ان يبقى المدير شخص وحده هو المسؤول او يعني انا موجهش الخطاب ده ليه للاستاذ وكيل وزاره؟ ما هو على فكره موجه موجهوش ليه لمدير الاداره؟ لا ما هي ولجان المتابعه اللي بتخش تشرب شاي وقهوه وتخرج. هو هيوجهه للمديريات التعليميه يعني لكل وزاره وكل لا ما هو هنا يرجى التفضل والتوجيه للساده مدير الادارات التعليميه بالتاكيد على متابعه الساده مدير المدارس لاي يعني هنا داخل. شوف شوف هو بس يعدل في طرق اختيار القيادات، يعني انا لما اختار مدير اداره ليه مواصفات تمدي سياساتها، لابد ان انا اغير الاليات لاختيار القيادات دي عشان اقدر اضبط المنظومه. برضو مدير المدرسه مش اي حد يبقى مدير مدرسه طبعًا. مش اي حد يبقى مدير اداره، ده في ناس اصلا ما دخلتش الفصول، ما دخلتش فصل وبقي مدير اداره. اصل يا فندم استاذ وائل هذا القرار بشكله كده، احنا مش في تنظيم سري ولا حاجه عشان يبقى كده. هذا انت شايف ده بيحول العمليات التعليميه لتنظيم سري والمدرسين يبقوا كانهم مع بعض بتراقب وناس بتراقب ناس وبتاع. اولا لا يوجد به اي ضمانات للحرص على كرامه المعلمين، لا يوجد به اي ضمانات لتجاوز هذا القرار ضد واستغلاله بشكل شخصي او شكل عائلي خاصه في الريف وصعيد مصر. كمان مهم جدا، هذا القرار غامض في جملته الاخيره زي ما حضرتك خدت بالك منها، بالتنسيق مع الجهات الامنيه. اولا الاداره المركزيه مراقبه المدرسين بالتنسيق مع الجهات الامنيه يثير مخاوف المعلمين في احساس بالمهانه والاهانه اولا، وفي كمان احساس بانهم يمكن ان يكونوا موضعا للبطش بهم، يعني اذا ارتقى مدير المدرسه ما انه مش عاجبه اي مدرس هيبلغ الامن الحق، ده بيعلم التلاميذ قيما هدامة وأفكار متطرفة. هو أي حد جديد نحييكم من جديد. مراقبة المدرسين داخل المدارس والتنسيق مع الجهات الأمنية إذا تطلب الأمر ذلك، ما بين مؤيد ومحتج، شعور بالإهانة عند قطاع من المدرسين وشعور أيضا بالاستهداف. دكتور بتقول هنا وزارة التربية والتعليم لما بتاخد خطوات من هذا النوع بتاخدها في سياق مختلف، بس البعض هنا هيقول ليه الاهتمام، يعني ملاحظ في الفترة الأخيرة عندهم إحساس باستهداف المعلم أكثر من تعالوا نشوف مشاكل المعلم إيه ونحلها يا جماعة. يعني هو أولا أنا مع سيادتك إن هي لابد أن توضع مشكلات المعلم موضع الاهتمام ويتم السيطرة عليها وحلها ولو بشكل جزئي أو بشكل متدرج، ده رقم واحد.
رقم اثنين هو مصدر القرار اكيد عنده دوافع دفعته لاصدار هذا القرار، ولكن هل احنا لما اتكلمنا عن التطرف كلنا راح فكره وتفكيره لحاجة واحدة اللي هو التطرف الديني، تمام؟ في الجانب ده بس، لا ممكن يكون في التطرف اخلاق، اخلاق حاجات كتيرة، يبس قيم وعادات وتقاليد ما هياش مناسبة زي اللي قد يحدث في بعض المدارس الاجنبية، الحاجات دي كلها بيأثر على الهوية الثقافية للمجتمع، الحاجات دي كلها هو برضو بيرفضها وقايلها في القرار، ما هياش دي بس هو مش قايلها، هي دي الفكرة، هو يا فكرة هو بيستهدف دي. فأي سلوك ما هواش مناسب لدور المعلم، لأن المعلم له دور محدد، كون إن هو الدور ده أو الوقت ده يستثمره في حاجة غير تعليم وتعلم الطلاب بيبقى فاقد على المجتمع. وهذا كأن أنا أنفقت اليوم دوة على الطلبة بتوعي، لو أنا عندي 100 طالب بصرف عليه كذا في اليوم، أنت تخش تقول له كلام تاني غير المستهدف، فده فاقد بالنسبة لي. لما تحسب الكلام ده على مستوى الدولة كلها، يبقى أنت الأيام دي تمثل هدر مالي أو هدر اقتصادي على المجتمع ككل. المعلم له وظيفة وله دور، يجب أن من أول ما يدخل الفصل بس هو منفذ، إلى أن يغادره هو منفذ، لابد أن يكون منفذ للدور بتاعه. أنا معلم هو منفذ. تخصصي علوم أو فيزياء أو كيمياء أو لغة عربية، أنا هو دوري أن أنا أنفذ خطوات وعناصر الموضوع اللي أنا داخله، لكن مش دور ان انا احكي في حكايات تانية. لما انا كل واحد يخش في عمله اللي بيشتغل مثلا في اي مؤسسه يخش، طيب محدش قال لي برضه هتراقب المدرس ازاي؟ لا يستطيع ان يضع اليات، اجيب تلميذ في الفصل اقول له يد لو لا لا لابد لابد ان يكون بمجلس اداره المدرسه بمشاركه مجلس الامناء في وجود مدير المدرسه، وما فيش مانع ان انا اجيب الموجهين المتخصصين في المواد اللي هو الموجه الفني بتاع الماده دي يبقى شريك معايا في القرار اللي انا هاخده كمدير. طيب مدرسه شايف مراقبه المدرس مستحيله الا اذا تمت بوسائل فيها اهانه، يعني ما بقول لك يعني طب هتراقب المدرس ازاي؟ هراقب المدرس من خلال الاليات اللي موجوده فعلا في الوزاره لمراقبه المعلم. المعلم لو في مدرس متطرف لن يمكنكم منه، لو في مدرس بيبث افكار هدامه لن يمكن ان هم يشوفوه، اللي بيعرف يمسكهم واحنا بنفاجئ لما الامن بيقبض على فلان لانه فلان ده فعلا له افكار هدامه الامن ادرى مننا بشغله، الامن يعمل شغل هو حر. انا بقى كتعليم مش شغلي ده، مش شغلي ان انا ابقى مخبر، مش شغلي ان انا بلغ وافتش وطب واعمل كبسه، ده مش شغلي. انا شغلي المناهج اللي تفتح عقل التلميذ واللي تنوره النور، انا شغل النور بصراحه. انا مستغرب فين موقف الدكتور طارق شوقي من هذا القرار، ننتظر. طيب تغيير هذا. أميمة من المنيا، اخد تليفون واخد تعليقات اخيره. استاذه أميمة اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. في حضرتك يا استاذ وائل، سلام لحضرتك ولجميع الضيوف. معاك الاستاذه أميمة ابراهيم، موجهه لغه انجليزيه بمحافظه المنيا. بس حضرتك تديني فرصتي ارد على حاجات اثيرت عندك وبعدين في برنامج حضرتك وبعدين اتكلم في الموضوع. بالنسبه لنمره واحد للاذكار انا يعني الحمد لله الواحد الحمد لله فعلا متدين، لكن انا بقول للمدرسات بتوعي، وانا زي انا على فكره في الامارات، فمره مسكتني المديره بتقول لي انا بشوفك وانت داخله بتقولي جود مورنينج او جود افترنون، انت ليه ما بتقوليش للعيال السلام عليكم؟ قلت لها انا عندي ايمان يعلم بيه ربنا، بس انا داخله ادرس لغه، مش داخله على مجتمع، انا داخله على مجتمع فصلي مش على مجتمع ناس. لو في ناس انا بقول سلامي انا اللي هو السلام عليكم، لكن انا داخله ادرس لغه. دي نمره واحد. نمره اتنين، الاستاذه اللي قالت بالنسبه لللايسنس اللي احنا بنقول عليها ليسن هنا في مصر، لايسنس دي رخصه لازم ياخدها اي مدرس لمزاوله المهنه واي موجه، علشان ان انا وتجدد كل 5 سنين او كل 3 سنين او كل سنتين حتى في الايلتس او التوفل. بالنسبه لنمره ثلاثة التوجيه، انا كموجهه، انا موجهه فنيه، يعني انا بروح اوجه ولادي بديهم الاكسبيرينس اللي عندي، بديهم الحاجات اللي انا اتعلمتها عشان هم بعد كده يدوها للاجيال القادمه كتوجيه فني، انا ماليش سلطه اداريه. الموضوع بتاع حضرتك بقى الجميل
أي مسؤولية أستاذ وائل وضيوفك الأعزاء، أي مسؤولية يتبعها موسى؟ ألا أنا هراقب، بس المراقبة دي لم تكن ذاتية فلن تنفع. المراقبة تكون مع إعلام الشخص المراقب وتكون على الكل، بمعنى أن أنا ممكن أزرع يعني أجبر المدارس الحكومية والدولية أنها تزرع كاميرات في تكون زي صندوق أسود حتى. بس أنت عارف حضرتك مش بس للتطرف الأخلاقي أو الديني، هي أنا عايزة أراقب لتحسين العملية التعليمية نفسها، تحسين العملية نفسها وضبطها بالنسبة للطالب قبل المعلم. ده المعلم يفرح علشان يشوف مثلا العيال هيتسربوا ولا مش هيتسربوا، ان انا هتتزرع كاميرات، هتتزرع صندوق اسود لمراقبة الطلبة قبل المعلمين لتحسين العملية التعليمية اصلا. وبعدين اخر حاجة حضرتك، زي مشكلة التسرب ممكن نعالجها، زي مشكلة ان انا طلعت من التعليم على المستوى الدولي ممكن اراقبها احسنها، بس انا كمان لازم ابني مبنى مدرسي رائع يليق بأدمية عشان أراقب، يليق بأدمية كل من الطالب والمعلم، وبقول الطالب في الأول قبل المعلم. يعني ما بقاش أروح المدارس الخاصة والدولية وأشوف مبنى فخم ومحترم وأروح أوجه في المدرسة الحكومية أقول إيه ده، ما دول برضو ولاد ناس. أنا بزعل أول لما الوزير يقول لي هنفتح 50,000 فصل، لا قول لي 5,000 مدرسة مش فصل، قولي مدرسة أدمية. وأخيرا في حاجة اسمها ميتا إيفاليويشن. ميتا إيفاليويشن إن أنا كموجهة أنا براقب ويراقب عليا المدير، أنا براقب حتى الوزير لازم يكون له مراقب. طيب بس انت شايفة انه انت مؤيدة للقرار بهذا الشكل؟ اكيد مؤيدة، اكيد مؤيدة، بس تحت معايير الحق والخير والجمال. اي ابداع معنى ايه حق؟ ان انا هحق الحق، ان انا كن خيرة في نيتي مش للمراقبة التطرف وما تطرف، انا عايز احسن العملية التعليمية. وكلها جمال، بمعنى ان انا اعلم الانسان اللي هراقبه ده يا جماعة في صندوق اسود في المدرسة. ليه؟ علشان احسن العملية، مش عشان ان انت متطرف او غير متطرف. يا جماعة المراقبة لازم تكون ذاتية. شكرا، بشكر المراقبة مش عشان الحق والخير والجمال. المراقبة بمعناها بشكل كل عام، بشكل عام بمعنى بيراقب الاداء، وده يهمني. اللي ينهض بالعمليه التعليميه ده اهم. يعني هو لو نهض بالعمليه التعليميه خلصت مشكلات كلها. انا فكره كلمه المراقبه في حد ذاتها ما فيش مراقبه، لا 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 لا، هي فكره المتابعه. المتابعه مش مراقبه، لا لا مش مراقبه، كل عمل لا. وحتى هذا اللفظ لا يناسب لا يناسب المعلم. يعني ايه مراقبه؟ يعني المعلم المصري ده كلام خارج، ده كلام، ده كلام من اكفى المعلمين على مستوى العالم. تلك محاكم تفتيش يهين كرامه المعلم. هذا القرار، هذا قرار مزيد من تصدير العنف من المجتمع ضد المعلم في الحقيقه. يعني يجب ان الا تصدر قرار اللي هو يعني انت ملاحق، انت مطارد، انت مشتبه فيك، انت سبب كل مشاكل البلد، انت الشماعه التي يعلق عليها كل مبررات فشل. بتقول دي محاكم تفتيش ليه؟ دي محاكم تفتيش لان انا النهارده لما اخلي مستقبله مهدد هو هيشتغل ازاي تحت التهديد يا استاذ وائل؟ يعني انا هشتغل ازاي تحت التهديد؟ يعني انت خلاص انت شايلتني ان انا اللي شافط فلوس البلد، وشايلتني ان انا سبب المشاكل. النهارده حصل عمليه ارهابيه ولا حصل مش عارف ايه، هتشيلني كمان؟ هو انت في ايه؟ طب في كمان حاجه، هو متابعه ولا ايه؟ في قرار وفضل ان يكون متابعه اداء، ده يحسن العمليه التعليميه. متابعه اداء، متابعه اداء، لا متابعه الاداء ده حاجه ثانيه. لا دي مهمه، متابعه الاداء ده انا هشوف ماشي، ما انا لا يعني انا هشوفه من مستوى الطلاب يعني. تمام، لا لا ده يسمي ده متابعه اداء، مستوى الطلاب، لان في عدد قليل من المعلمين. لا زبونا يا دكتور، انا مش محتاج القرار ده، خالفه التوفيق في هذا القرار يا دكتور. لا متابعه اداء، الصواب في هذا القرار او متابعه اداء زي ما حضرتك بتقول. متابعه اداء كلنا بنتكلم، كلنا نتحدث. في قرار صدر من السيد وزير التربيه والتعليم بمنع التحدث في السياسة وممارسة العمل السياسي داخل المدارس. ايه فايدة ده بقى؟ وكل المؤسسات هنا السؤال ده منع كله، اليساري واليمين والوفد والتجمع. بنلاقي في وقائع ان في مدرسين بيقول اولا هذه الوقائع موجودة، لا تحيي العلم. بالظبط بالظبط، دي كانت منتشرة وبيقول له ما ان مش اسمها نشيد الوطن. لا لا كان في، كانت موجودة وتعالجت، كانت منتشرة في حالة المادة الاخواني في الفترة من اخريات عصر مبارك وحتى 2014. الآن تقلصت هذه المظاهر وقلت جدا. طيب. جدا، لكن ما زال هناك بعض الممارسات الفردية، زي مثلا زي
بنت بمنع البنات او فرض الفرض على البنات لبس الحجاب في معظم الكرة في بعض كده. المدارس كل لا البس الحجاب لان ده حرام مش لان ده قرار يلتزم به في الزي العام حتى يعني حاجه في طيب. منتهى التجاوز. استاذ حامد يعني. من المنيا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. السؤال احنا كل شويه بنغل ايد المدرب في تقييمه للطلبه. يا ريت الناس تشوف كام قضيه اترفعت من طلبه على مدرسين. ان الطالب كان بيجيب الجنيه الفضه ويروح مخطط ظهره ويقول ده المدرس ضربني ويودي المدرس الاسم. دلوقتي بقى الطالب هو اللي هيبدا يراقب المدرس، يبدا انا بدي سلطات للطالب زياده على المدرس. يبدا المدرس هيعمل ايه في الفصل؟ بدل ما يراقب المدرس طب يراقب نتائجه. حضرتك التعليم دلوقتي يعني النجاح بالعدي كل مدرسه عاوزه تطلع نتيجتها 99% و100% بدون جوده في التعليم. اعمل جوده في التعليم في الاول قبل ما ترائب المدرس. احنا من ساعه ما بطلنا الضرب في المدارس والتعليم حلو وكل يوم من سيء لاسوء. يبقى احنا كده بنغل ايد المدرس زياده. يبقى المدرس عاوز يخش يقول كلمتين ويكتبهم على السبوره احنا وفي الاخر خلصت حصتي وانا مش عاوز حد يضرني. يبقى انا كل ما بهدي وهشرح لا ده انا هتعاقب، لا ده انا هحطهم على السبوره ويبقى السلام عليكم ولا اقوم. طيب انا مش عايز بس مفهوم المراقبه في المجتمع ينتشر. يعني هو كلمه المراقبه نفسها في التربيه والتعليم دي جريمه. يعني هنا يعني في فارق ما بين التقييم وما بين ان انا بقول هراقبه بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه. هو جنبه الصوابي. استاذ خالد من القاهره. استاذ فرج من القاهره. وبس على ضيوفك الجمال بيحييك. انا سعيد جدا اللي عملت مداخله واديني وقتي. طب ما احنا بقى من الاحسن يا استاذ وائل نعمل اسم شرطه جوه كل جوه مدرسه، نجيب له اسم شرطه ونجيب امن وطني عشان نراقب المدرسين. استاذ وائل احنا سيبنا الفساد التعليمي وسيبنا المنظومه الفاسده وبنقول هنراقب فين يا استاذ وائل؟ ايام حضرتك وايامنا واحنا في المدرسه اعتقد احنا يمكن من سن بعض واحنا كانت المفتشين بتيجي تراقب المدرس. فين كراسه تحضيرك؟ فين وفين مفتش ومراقبين المواد اللي كانوا بييجوا يفتشوا على المدرسين؟ كان المدرس وش احمر لما اعرف ان في مفتش داخل عليه وبيمسك ادائه وبيسالنا احنا من خلالنا وبيعمل نقاش. كنت بتاخدوا ايه يا اولاد؟ بناخد حصه كذا بيخش في لان بيعرف المدرس ده ضعيف ولا مش. انا رايب ايه يا استاذ وائل؟ رايب الفساد التسريب الاول من التعليم. اشوف المنظومه الفاسده. طب ما نزرع بقى كاميرا في قلب كل مدرس وفي بوق كل مدرس. ايه يا استاذ وائل؟ احنا الاول سيبنا كل حاجه وجي نقول هنراقب المدرسين. احنا اولادنا متسربين بيروحوا مدارس وبيروحوا يا استاذ وائل الاول نشوف مساله الضمير. احنا عندنا سلوكيات رهيبه جدا مش عارفين نقومها وعايزين نبدا 2018 بحاجه محترمه نخش بيها 2018 نعلم ولادنا ونحترم مدرسينا ونحاول نعالج القصور اللي في المدرسين بطريقه رقابيه محترمه. ما يجيش المفتش يشرب شاي في المدرسه بالنعناع ويقعد مع مدير المدرسه ويحكوا قصه والاخر يسلم عليه وباي باي. لا دخل فصل ولا شاف الولاد عاملين ايه. تليفون اخير يا استاذ احمد من اسكندريه. استاذ احمد اتفضل. مساء الخير استاذ وائل. انا اتكلمت من شويه استاذ مع حضرتك بس تديني وقتي في المكالمه لان انا السكه اتقفلت فما اتكلمتش. طب اتفضل. ماشي اتفضل. تمام. اولا بدايه انا مش موافق على مشروع قرار وزير التربيه والتعليم. اتفضل. لكذا سبب. يعني اولهم ان المدرس ده قدوه للطلاب فاحنا مش هعين الطالب اصلا هو اللي رقيب على المدرس يأدبه. انت خايف هنا ان الطالب هو اللي يبلغ بقى في المدرس يعني؟ طبعا يا فندم ده نفس للقدوه يعني ده نفس اصلا للقدوه. ده اول تاني غير الوزير ده الحق يعني. اولا ثانيا استاذ حضرتك بس اكمل كلامي. اتفضل. اتفضل. ثانيا احنا طبعا عارفين ومتاكدين ان المدرس او المدرسه لو فيها حد مثلا متطرف اخوان مثلا بيحرض على عنف او الكلام ده او حد تشكيلي او الكلام ده هيتعرض بسهوله يعني هيتعرض بسهوله وسط الناس فالامر مش محتاج ان انا اعمل رقابه عليه. دي نقطه. مش عايز اربط ان انا مثلا اعلم الولد تعاليم دينه او تعاليم الاسلام السامح ان انا بعلمها له ان انا اربطها بالتطرف ان انا مثلا استغرب ان الولد يقول له الاذكار لما اخش. دي حاجه تصرحني يا فندم ما تزعلنيش ان انا اعرف كده لان هو ده اللي هيتصدوا بيه الفكر المتطرف او الفكر التكفيري. هو ده اللي هيتصدوا بيه ان انا طيب. ان انا اعلمه تعاليم دينه. ثواني بعد اذن حضرتك. مش ان انا مثلا ما علقش على موضوع مثلا ان الطلبه يرقصوا او يعملوا مهرجانات ان انا ده ما يشغلنيش وان انا يشغلني ان الطالب مثلا ان انا بيقول له اذكار او ان هو بيقول ادعيه او بيعبد ربنا
لا دي حاجه، دي حاجه المفروض ان هي ترضيني جدا يا فندم، والحاجه دي انا انا موجهها او انا مثلا مسؤول في التربيه والتعليم، الحاجه دي تفرحني، انا اعرف ان هم كده ماشيين على طريق صح، ان هم كده الفكر التكفيري ده هيبقى باين عنهم تماما ومش هيعرف ياثر فيهم. وطبعا احنا عارفين ان المدرسه فيها حصه تربيه دينيه يعني الطريقه هم بيتعلموا. بشكرك الف شكر. هاخد بقى تعليقات اخيره. هنا يا دكتور قول لي يعني انا خايف بقى من اليه التطبيق يعني هنا تؤدي الى صدمات يعني. وهي لابد ان يتم اجتماع مع عينه ممثله للمجتمع المدرسي على مستوى الدوله ويتناقش الكلام ده الاول ونشوف ونهيئ الناس للكلام اللي هو بيقوله. الاهتمام بالقضايا الكبرى اللي بتعمل مشكلات في التعليم مثلا زي عدد ساعات التمدرس في العام الدراسي كم مفروض ياخدوا كم يوم وكم ساعة، وناس بتتدخل ان هي تعمل اجازات وفترتين وثلاثة للدراسة، ده اهم حاجة. يعني مثلا ما يبقاش عندي محافظات تعاني من الامية واقول ان انا اخفض عدد ساعات التمدرس طيب. فيها حاجات من كده كثافه الفصول التدريب بتاع المعلمين أنا مثلا. انا في الحقيقة انا في الحقيقة من تعليق على هذا القرار انه قرار غير موضوعي. ليس هذا القرار من اختصاص وزارة التربية والتعليم، هذا القرار خالي من أي ضمانات، هذا القرار يؤجج ويحدث حالة من الاحتقان والتشكيك بين المعلمين داخل المؤسسة التربوية التعليمية، لم يطرح أي حلول حقيقية لمسألة التطرف داخل هذه الوزارة أو داخل المؤسسة التربوية. كان يجب أن يصدر قرارا يتضمن بعض القرارات التربوية والتعليمية التي من خلالها نستطيع أن نعالج أزمة التطرف أو مشكلة التطرف الاستثنائية، لأن المجتمع مش هيفضل طول عمره يعاني من التطرف، لدى حالة استثنائية مر بها المجتمع ستنتهي. لكن الفكرة أنه وجود منظومة تعليم حقيقية قائمة على أسس علمية تستهدف تعميق فكرة الانتماء، بناء شخصية سوية تفكر بشكل طيب. علمي معلم يتم المحافظة على كرامته بتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية وتنميته مهنية. طيب دكتورة بوسعين، هنا الخوف هتلاقي البعض يطلق تعبيرات بوكس أمام كل مدرسة واسم شرطة جوه يعني واحد يعني في موقع. أنا مش بحب التشتيت ومش بحب أن أنا يعني بتكلم في نقطة محددة، فبتكلم في نقطة محددة. النقطة المحددة أني هل لابد ان يكون هناك رقابه؟ نعم انا موافق على يكون في رقابه نظرا لوجود بعض معلش يا جماعه نظرا لوجود بعض الناس ما تفهمنيش غلط يعني شايفه ان ده شخصيه مش موضوعيه وبتفرض شخصيتها على الطلاب، دي حاجه. الحاجه الثانيه لكن انا معترضه على هذا القرار في حاجه في عجله في ان هو تم اصداره، تم واضح ان هو تم اصداره على العجل، فعشان كده ما فيش تحديد للاليات الحقيقيه وساب كله في ايد فرد واحد، وانا ضد ان فرد هو اللي يحكم فرد او فرد هو اللي يقول ان ده غلط او صح، وبرده ما حددش ايه هي السلوكيات اللي انا ممكن اخد. يعني انا بتناقش مع الطلاب في 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 عشان اعمل فكر ناقد، ده مش عيب ان اعمل فكر ناقد طالما في لكن فاذا هنا في هذا القرار وضع على عجل، وضع من غير اليات تنفيذ صحيحه. طيب تهيئه للمجتمع نفسه. تعليق اخير يا استاذ رائد على مجمل يعني حيثيات القرار من حيث تحصين النشأ والتصدي للقيم الهدامه نحن معها تمام. اليه القرار في العمل اليه فاسده واحنا ضدها، وننتظر من السيد الوزير الغاء هذا القرار ووجود حلول. يعني احنا شايفين ان في مشكله وعايزين لها حلول، موافقين ان يبقى في حلول. احنا اقترحنا حلول ممكن يؤخذ بيها، ممكن هم الناس توصل لحلول افضل، انما مش بالمنظر ده ومش بالشكل ده، وهذه سقطه. اشكركم جميعا. بالتاكيد كلمه مراقبه بتثير حساسيه شديده جدا، لان احنا يعني لقينا انه بينتشر في المجتمع مصطلحات كتير جدا، تسريبات، تنصت، مراقبة، تجسس. لكن في المدارس كمان صحيح مدرس يعلم التلاميذ أفكارا متطرفة يهين الجيش ولا يقول لهم ما تحيوش العالم، ده خطر لأنه بيعلم أجيالا مفاهيم في منتهى الخطورة وتتناقض مع الوطنية والثوابت الوطنية. طيب نعمل ده ازاي؟ هنا مراقبة المدرسين
يعني من حقهم انهم يشعروا بالإهانة وبالغضب. كمان التنسيق مع الجهات الأمنية عندهم إحساس بأن هنا يعني بلغوا في المدرسين. هسيب ده للنقاش بعد المناقشة اللي احنا عملناها للمسؤولين عن العملية التعليمية في تنفيذ ده. ممكن يكون القرار في حد ذاته بمثابة إهانة، لكن يمكن تفادي هذه الإهانات من خلال تعديله، يعني وليس مقدسا. يعني كن معكم ان شاء الله. لازم يعني تحقيق المجتمع نفسه ان شاء الله. نكون معكم في حلقه جديده غدا ان شاء الله.